صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة على ناس وأهل بلدنا في كل مكان. امبارح كان اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج. شفنا جميعا مشاهد اصطفاف المواطنين أمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. الحقيقة مشاهد تدعو للفخر. حجم الحشود كانت كبيرة جدا، حالة من الإصرار على المشاركة والتصميم من جانب مواطنينا في الخارج، خصوصا التصميم ده كان متجسد بشكل كبير في دول الخليج العربي اللي بتستحوذ على أكبر جالية مصرية في الخارج. اليوم الأول من التصويت امبارح ادانا مؤشرات بتأكد على ارتفاع نسبة الاقتراع والتصويت، وفعلا زي ما قلت يا محمد دول الخليج العربي استحوذت على نسب قوية من المشاركة والتصويت، وده لأن معظم الأجازات هناك بتكون يوم الجمعة. ده بيدينا مؤشرات ان نسب المشاركة للمصريين في الدول العربية هتزيد في نص اليوم النهاردة ولغاية يوم الحد، واللي بالتأكيد هيكون برضو أجازة رسمية في الدول الغربية. المشاهد اللي احنا شفناها امبارح وكلنا تابعناها عبر الشاشات اللي بالتأكيد ايضا النهاردة هتكون هي المشهد المستمر، بتأكد لينا اكتر من حاجة، بتأكد ان المصريين في الخارج مش بعيد عن اللي بيحصل في البلد من بناء المشروع الوطني المصري. كمان بتأكد لنا ان المصريين اللي عايشين بره شايفين حجم التغيير اللي حصل ولمسين التغيرات اللي طرأت على البلد، وان المصريين كمان المقيمين في الخارج مدركين تماما لقضايا وتحديات بلدهم. حقيقي فعلا المصريين المقيمين خارج مصر عارفين ومقدرين حجم التحديات والمخاطر اللي بتواجهها مصر، ويمكن كان آخرها صمودها قدام مخطط تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين لسيناء. كل دي عوامل وراها ارتفاع نسب المشاركة والتصويت في القنصليات والسفارات المصرية في الخارج. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، هنكون موجودين معاكم على مدار حلقتنا. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي مع حضراتكم نصبح على زميلتنا لمياء حمدين، نتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لكن كمان في شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 24 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا مرة تانية نرجع لمنى ومحمد نبدأ معهم فقرتنا. شكرا لك يا لمى. خلينا نبدا كالمعتاد باهم الاخبار والاحداث. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في فعاليات قمه رؤساء الدول والحكومات الدوره ال 28 لمؤتمر اطراف اتفاقيه الامم المتحده الاداريه لتغير المناخ في مدينه دبي، واللي بدات بالجلسه الافتتاحيه الخاصه بالقاء البيانات الوطنيه. السيد الرئيس جدد تاكيد التزام مصر بمواجهه تحدي تغير المناخ، موجها العالم لجميع الاطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدوله الإمارات العربية المتحدة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمين وقادرين بأن الله يمكن أن يساعدنا جميعا بإنقاذ وحماية كوكب الأرض. أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، السادة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء، السيدات والسادة، يسعدني أن أستهل كلمتي بتهنئة دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، مشيدا بحسن التنظيم ومؤكدا ثقتي الكاملة بقدرة دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة. إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، هو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة. وتدرك مصر
في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية. السادة الحضور، إن مسؤولياتنا كقادة المجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية. لذا فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف. ولقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العادل وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات، كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية. في هذا الإطار اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري لكم جميعاً في ضوء ما شاهدناه خلال هذا العام من نتائج، سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفقاً عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص. السيدات والسادة، إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معاً بروح التعاون والمشاركة، ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة. وأنني أتطلع لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية. وفي الختام أجدد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، ووجه نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم إننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض، موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل. شكراً جزيلاً لحسن انتباهكم. شكراً جزيلاً. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس وزراء المملكة المتحدة ريتشي سوناك على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في دبي مع السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية لتغير المناخ في دبي. السيد الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقد جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها على أهمية ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدبي السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقدا جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها السيد الرئيس على ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة. من جانبه أشار السيد كيشيدا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، مشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي لا سيما في إطار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات اليابانية على مضاعفة نشاطها في مصر. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتناول اللقاء أيضا متابعة التباحث بخصوص التصعيد في قطاع غزة، واستعرض أيضا الرئيس رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واتفق على أهمية العملية السياسية لتسوية القضية الفلسطينية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع معاكم نكمل حلقتنا. أم كلثوم تحضر مراسم رفع علم الإمارات للمرة بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا في استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام اللي متوقع فيها أن العظمى على القاهرة الكبرى تكون 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده المعدل الطبيعي لبدايات شهر 12. فبالتالي إحساسي بالطقس
هو طقس خريفي نقدر نوصفه لطيف جدا ودافي فترة النهار على السواحل الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى، طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لأن كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، يعني ما فيش أي سحب مؤثرة نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع ده احنا متأثرين بيه لحد كام يوم كمان؟ يعني هو الاستقرار في الأحوال الجوية مكمل معانا حتى منتصف الأسبوع إن شاء الله، يعني لحد يوم الثلاثاء في استقرار في الأحوال الجوية، يعني حتى كمان لو في منخفض جوي ممكن يأثر مع منتصف الأسبوع بأمطار على المناطق الساحلية، فهتبقى فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. فاللي مخلي في استقرار في الأحوال الجوية التوزيعات الضغطية زي المرتفع الجوي، هيكون معانا لحد يوم الاثنين استقرار في الأحوال الجوية، درجات حرارة حول المعدلات، يمكن كمان متوقع غدا وبعد غدا تكون أعلى من المعدل بحوالي درجة لدرجتين، لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، بس بدأ الانخفاض يكون ملموس بشكل كبير وملحوظ، وخاصة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتوصل ل 15 درجة مئوية، محافظات شمال الصعيد بتوصل أحيانا ل 10 و 9 درجات، كمان في بعض المناطق من وسط سيناء بتكون اقل من 9 درجات، فبالتالي اجواء فتره الليل هي اجواء من مائله للبروده الى بارده في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه المحافظات اللي هي ظهير صحراء بشكل كبير، المدن الجديده، الاماكن المفتوحه بشكل كبير بتحس بالبروده اكتر نتيجه جفاف الكتل الهوائيه. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه طبعا الشبوره المائيه اللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني مع الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتكون اتحسنت على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع مع فترات المساء ودخلنا فترة المغرب وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح، نشاط رياح ده على القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وسواحلنا الشمالية، هيؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة. هل الرياح دي مصحوبة برمال وأتربة؟ لا الحمد لله الكتل كلها غير مثيرة لأي رمال وأتربة، فقط هي اللي هتخلينا نحس بمزيد من البرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة. هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، الظواهر الجوية الموجودة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية أو ممكن تكون مؤذية لأي حد، بس هو لازم ناخد بالنا من فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، إحساسنا بالدفء بالنهار ممكن يخلينا نغير نوعية الملابس، احنا بنأكد لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل متأخر لازم ملابس شتوية، لازم نصحب جاكيت عند الخروج، وطبعا لازم المتابعة المستمرة للنشرات الجوية لأن الخريف دايما بيحصل فيه تقلبات جوية حد أسفل. خليني أسألك كمان على حركة الملاحة البحرية على البحرين ونسبة الرطوبة النهاردة كام في المية؟ هو طبعا خلينا نتكلم الاول عن نسب الرطوبه، احنا بتاثر بالكتل الهوائيه معظمها في الاصل كتل جايه من مناطق صحراويه، فنسب الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير، خاصه كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح يخلينا ما نحسش بوجود نسب الرطوبه الموجوده في الجو، فهي لا تتجاوز 80% على المناطق الشماليه اللي هي السواحل الشماليه او الوجه البحري والقاهره الكبرى، كمان ده فترات بيكون فترات الليل، فترات النهار لا تتجاوز 40% أو 35%، فبالتالي نسب الرطوبه معتدله، بس في بعض العوامل او الظواهر الجويه اللي ما تخليناش نحس بنسب الرطوبه خاصه مع انخفاض قيم درجات الحراره. بالنسبه لحركه الملاحه البحريه في اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه، ارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، البحر الاحمر ايضا ما بين 1 إلى 1.75 متر، فبالتالي حركه الملاحه البحريه معتدله تماما، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. التباين الكبير اللي في درجات الحرارة، الصبح بيبقى جو شوية دافي وبالليل بيبقى برد شوية، نلبس خفيف شوية الصبح ونلبس تقيل شوية بالليل، كلمينا أو يعني ادينا زي توصيات كده أو نصايح علشان الناس ما تصابش بنزلات برد. هو بالفعل احنا دايما فترات النهار بنحس بالدفء، نيجي لفترات الليل نحس بالبرودة، ويمكن ده طبيعة الوقت ده من السنة، ان مع حالات الاستقرار في الأحوال الجوية لما بقاش فيه اي سحب مؤثرة دايما فترة النهار بيبقى فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، مع أشعة الشمس بحس بالدفء، نيجي لفترات الليل مع غياب أشعة الشمس نحس بالبرودة، يمكن كمان زي ما قلنا في الأول الكتل الهوائية اللي بيبقى نسب الرطوبة فيها مش عالية بالشكل الكبير بالليل بنحس فيها بالبرودة أكتر، فبالتالي لازم نرتدي الملابس الشتوية على مدار اليوم كله
وكمان واحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت، لان احنا في فتره الصباح الباكر او في فترات الليل المتاخر هنحس بالبروده بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس واستمرار ارتداء ملابس شتويه، ويكون معانا كمان جاكيت، لان لو حسينا بالبروده اكتر نرتدي الجاكيت ده عشان ما نصابش بنزلات البرد. دي اهم نصيحه في الوقت ده من حيث نوعيه الملابس، وطبعا متابعه النشرات الجويه تخليني اكيف نفسي واتاقلم مع اي ظواهر جويه مختلفه خارج البيت لما اتابع النشره الجويه بشكل يومي. شكرا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 24 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 24 15، اسكندريه 24 13، العالمين 24 13، مطروح 23 12، دمياط 23 17، بورسعيد 23 18، الاسماعيليه 25 13، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 23 14، كاترين 22 3، طابة 23 14، حلايب 27 20، شلاتين 28 21، شرم الشيخ 28 19، الغردقة 27 17، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 10، بني سويف 25 10، الوادي الجديد 28 10، أسيوط 26 8، سوهاج 27 10، قنا 28 11، الأقصر 29 12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرتنا. المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج امبارح فاق كل التوقعات. من الساعات الاولى في كتير من البلدان اصطف الطوابير قدام السفارات والقنصليات، حتى في الدول الغربيه اللي ما كانش فيها اجازه. المشهد فعلا شفناه كان متميز وفريد. على امل كمان النهارده المشهد مكمل معانا لليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج. الانتخابات بتستمر بالنسبه للمصريين بالخارج على 3 ايام، امبارح والنهارده وبكره، حوالي زي ما اتكلمنا 14 مليون ناخب داخل الأراضي المختلفة خارج مصر مدعوون للإدلاء بصوتهم. في الفقرة دي هنتكلم عن المشهد امبارح، أهم الملامح، أهم التفاصيل، سلوك التصويت الخاص بالمصريين بالخارج. نشوف كده حصاد اليوم الأول مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اللي منورنا ومشرفنا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يعني بداية، أبرز المشاهدات لليوم الأول شفته إزاي بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج؟ طبعا امبارح كان يوم يعني بالنسبة لنا كان يوم مفاجأة، لأنه إقبال المصريين بهذه الحشود على السفارات والقنصليات، 137 سفارة وقنصلية منتشرين في 121 دولة. المصريين اللي كانوا متواجدين زي ما حضراتكم تفضلتم 14 مليون. امبارح كان في يعني حشود كبيرة أمام لجان الاقتراع، على الرغم أنه امبارح مثلا في دول أوروبا والدول الأجنبية كان يوم عمل عادي. فالمشهد امبارح يعني للأمانة كان مشهد مبهر للغاية، مشهد طبعا المصريين بره إحساسهم بالوطن بيكون الإحساس عالي جدا، الانتماء كمان بيكون يعني اللي مفتقد أهله واللي مفتقد بلده، فبيكون إحساسه متميز في المواقف الوطنية. أعتقد امبارح المصريين إقبالهم على لجان الاقتراع اللي منتشرة في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج كان يعني مبعثه أنه هناك يعني أولا في شعور بالواجب الوطني، شعور بأنه عليه مسؤولية في هذه اللحظات التاريخية الدقيقة اللي بتمر بها المنطقة. فأعتقد أنه الإقبال كان في جزء منه أنه إحساس بالمسؤولية، نمرة اتنين إحساس بأنه أنا علي دور لازم أديه ناحية بلدي. فامبارح كمان حتى الدول العربية كان الإقبال حدث ولا حرج، يعني مثلا في سفارة مصر في الكويت أقامت في منطقة المعارض بمشرف مثلا المقر الانتخابي، لأنه الأعداد كانت كبيرة والتوقعات صحيح. كانت كبيرة جدا في جدة في الرياض. المسألة في الدول العربية حوالي 7 مليون منتشرين في الدول العربية، طبعا الإقبال كان كثيف، خصوصا أنه اليوم الأول ولسه في فرصة يومين، ومع ذلك كان الإقبال يعني احنا متوقعين أن النهاردة الإقبال وبكرة يفوق كمان اليوم الأول، لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين
أوروبا وأمريكا فيها أجازات النهاردة وبكرة. امبارح على الرغم من أنه كان يوم عمل عادي، لكن ده ما منعش المصريين أن هم يتوجهوا. في ماليزيا كانت في مواكب بالسيارات، في نيوزيلندا أول دولة فتحت أبوابها عشان اختلاف التوقيت، كانت المسألة يعني فيها نوع من الإقبال اللي المصريين فعلا زي ما بيقولوا منتظرين اليوم ده. أكيد حضرتك شايف انعكاس اللي احنا شفناه امبارح واللي شايفينه النهارده في بعض الدول هيبقى ازاي على الانتخابات في الداخل؟ هو طبعا اللي احنا شفناه امبارح دي مظاهرة حب. اعتقد انه احنا هنا المصريين اللي موجودين في بلدهم لن يقل الشعور الوطني، لانه احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا من ناحية. نمرة اتنين، احنا المرحلة اللي جاية محتاجة نوع من تأكيد ولائنا للوطن، تأكيد انتمائنا للوطن، تأكيد ان احنا في هذه الظروف التاريخية على قلب رجل واحد. التحديات الكبيرة اللي احنا شايفينها حوالينا سواء في غزة او في ليبيا او في السودان او في الدول اللي حوالينا، في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كلها. فاعتقد انه الاستقرار اللي احنا شايفينه في مصر واللي العالم كله شايفه، تأثير مصر على مجريات الاحوال ومجريات الامور في المنطقة، ده بيستدعي مننا جميعا ان احنا ايام الانتخابات طبعا في الداخل يوم 10 و11 و12 كلنا نطلع في اليوم ده نعبر عن حبنا وولائنا وانتمائنا لبلدنا. اعتقد انه المصريين مش محتاجين انه حد يقول لهم روحوا، لا، في الازمات المصري بيكون صحيح. اكثر حرصا على بلده. فاحنا النهارده بعد اللي احنا شايفينه والمحاولات اللي بتستهدف مصر في المقام الاول، هي مصر المستهدفه. يعني احنا النهارده مطالبين ان احنا نعبر عن ده. صوتنا المفروض ان كلنا يعني كل ال 100 مليون اللي لهم حق الاقتراع، حاجه و60 مليون اعتقد ان هم مطالبين ان هم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ويعبروا عن ارادتهم بانفسهم. فانا متوقع ان الاقبال ان شاء الله هيكون كثيف يعني. وكمان النقطه حضرتك اشرت اليها، استشعار الخطر ده بيدفع المصري ان هو يمارس حقه الدستوري وينتخب ويصوت في العمليه الانتخابيه. مشهد مهم جدا امبارح، واحنا من خلال طبعا التغطيه المتواصله طوال اليوم من الساعه 9 صباحا وتواصلنا مع ابناء الجاليات المصريه، فكره التيسيرات اللي بتقدمها السفارات والقنصليات المصريه. اكتر من حد بياكد على هذه الفكره، انه لا، هذه المره في تيسيرات كبيره جدا بتقدم، تسهيلات فيما يتعلق باجراءات التصويت او العمليه الخاصه من ساعه دخول المقر الانتخابي حتى الادلاء بالصوت في صندوق الاقتراع. اهميه هذا الجانب في العمليه الانتخابيه من قبل وزاره الخارجيه طبعا المشرفه على بالتعاون مع الهيئه الوطنيه للانتخابات على تسهيل وتيسير العمليه الانتخابيه. هو زي ما حضرتك اشرت، العمليه الانتخابيه اللي بدات امبارح كان في ملاحظ انه كان في جهد غير عادي بذل لتيسير العمليه الانتخابيه، لانه طبعا الحدث غير عادي، والتصويت طبعا تم خلاله. يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات عملت غرفه عمليات امبارح كانت متواصله مع كل السفارات في الخارج، وزاره الخارجيه بذلت جهد يعني ملموس، وزاره الهجره كمان وزيره الهجره توجهت في قبل الانتخابات وبذلت جهد في انه يعني برضو يكون في توعيه للمصريين اللي الاستحقاق الانتخابي برضو كان يعني ممكن يكون هو مش مدرك لاهميه الاستحقاق، لا، عارف انه لا، الموضوع مهم وانه لازم يكون في له دور. السفارات كمان والقنصليات في الخارج بذلوا مجهود غير عادي. واللافت في الموضوع ده انه يعني مثلا السفارات اللي هم عارفين انه اعداد المصريين موجودين، طبعا في تسجيل لاعداد المصريين في كل سفاره اللي موجودين في اي بلد، اعتقد انه كل بلد كيف اموره يعني حسب رؤيته لاعداد اللي هييجوا يقبلوا على صناديق الاقتراع، سواء حتى من المقيمين او الزائرين. يعني بالظبط، حتى لو كنت في زياره البلد ما من حقك انك تنتخب لو انت تواجدت في هذه الايام. فالملاحظ انه كان في فعلا زي ما حضرتك تفضلت تيسيرات، كان في الدخول حتى كان منظم، كان في حتى تنظيم ذاتي من الناس اللي توجهوا الى صناديق الاقتراع. المشهد يعني فعلا كان معبر، الاعلام المصريه كان كل واحد رايح وحريص على انه ياخد علم بلده معاه، دي برضه مظاهره حب. اعتقد انه كمان المصريين اللي موجودين هم جمعوا
بعضهم في مجموعات، يعني مجموعة أصدقاء يلا هنروح النهاردة الساعة كذا. أنا ليا أصدقاء مثلا في الكويت وفي السعودية وفي الإمارات كانوا حريصين على إن هم يجمعوا بعض وهنروح. يعني المشهد يعني بجد كان زي ما بيقولوا احتفالية امبارح. كان في أيام يعني مثلا زي يوم الإقبال امبارح، هو في بعض الدول كان يوم عمل عادي، ومع ذلك كان الحرص من الشباب أكتر من كبار السن. كبار السن كمان على الرغم من بعضهم ظروفه الصحية كانت يعني برضو صعبة شوية، لكن كان حرصه أنه يتوجه وأنه يؤدي دوره ويؤدي واجبه. فالمسألة امبارح كان في بالفعل مشاهد معبرة، يعني زي ما حضرتك قلت التنظيم كان على أعلى مستوياته. نأمل أنه يستمر النهاردة وبكرة، لأنه النهاردة أنا متوقع أن الإقبال هيكون أكتر، بكرة كمان هيكون أكتر لأنه يوم أجازة يوم عطلة رسمية في معظم دول العالم. فإن شاء الله تستمر هذه المسيرة، وأنه السفارات كمان كان في أولا تواصل مع غرفة العمليات اللي هنا، كان في حتى يعني المستشار أحمد المنداري رئيس غرفة التصويت في الخارج كان حريص على انه مجموعه المستشارين اللي موجودين في غرفه العمليات يشوفوا ايه المشاكل وايه العقبات ويحلوها على الفور. فما كانش فيه هناك اي يعني اي مجال انه الموضوع ما يتحلش في وقته. فيعني احنا بنحيي طبعا الهيئه الوطنيه للانتخابات لانه التنظيم كان على مستوى. وزاره الخارجيه طبعا بذلت جهد، سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج كانوا على مستوى الحدث، فاعتقد انه امبارح كانت صوره رائعه بكل المقاييس. طيب انعكاس برضو المنظر اللي شفناه قدام اللجان والحاجة المحترمة جدا الاصطفاف والترتيب اللي موجود قدام اللجان على المشهد العالمي بقى، يعني خارجيا لما الخارج يشوفنا ويشوف حرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم وهم مش موجودين في مصر، ده ينعكس علينا ازاي؟ طبعا، لأنه ده مهم جدا، يعني إظهار المظهر الحضاري لصورة المصري بره وصورة المصري داخل بلده، وان احنا في الظروف دي كلنا متكتلين حوالين قضية وطنية. وطبعا الانتخابات اهم استحقاق موجود، ودي اهم قضية وطنية موجودة دلوقتي. كلنا يعني لازم نتوجه لانه العالم كله شايفنا دلوقتي. فالعالم كله بالرغم من يعني التحديات اللي احنا شايفينها وعدم الاستقرار في المنطقة كلها، والعالم كله يشوف انه المصريين لا، ومع ذلك توجهوا لسفاراتهم وقنصلياتهم في الخارج بهذا الحجم وهذا العدد، وان هم حريصين ان هم يقوموا بدورهم الوطني على اكمل وجه. طبعا نظره العالم كله هتروح للمشهد ده. النهارده لما يجي يكون في هذا الكم من الاقبال والشباب وكبار السن والتنظيم الرائع، والتنظيم يعني حتى السفراء والقناصل واعضاء البعثات الدبلوماسيه اللي موجودين كانوا حريصين ان هم يستقبلوا الناس صحيح. بنفسهم ويسهلوا لهم الدخول والتصويت. نعم، يعني اكثر من سفير واكثر من قنصل امبارح كانوا موجودين على ابواب لجان الاقتراع، وكان عندهم يعني كانت معزوفه بكل المقاييس، كانت المساله فيها نوع من الانسجام، وكانت يوم حلو. يعني كان امبارح يوم رائع للامانه. يعني ما اخد من كلام حضرتك فعلا يعني هو كان يوم حلو او يوم فيه تظاهره في حب مصر، لانه من المشاهد الجميله جدا حتى واحنا بنتابع طوابير اللي موجوده امام السفارات بنشوف الاب مصطحب زوجته واولاده والبطل في المشهد العلم. يعني هي فكره اكتر من مجرد عمليه تصويت او ادلاء بحق دستوري في منصب، طبعا لمنصب هو الاهم والارفع، لكن هي فكره انه لا، انا اجدد مره اخرى احساسي بوطني واحساس اسرتي واولادي. ده بعد مهم جدا كمان في المشهد. طبعا هو يعني حرص الاب على انه ياخد ولاده معاه في التصويت، وانه هو يحسسهم ان في ترابط بينهم وبين بلدهم. اليوم اولا هو رايح السفاره او رايح القنصليه، ده في حد ذاته احنا يعني اللي بيكون موجود بره، وانا عشت بره فترات من عمري، المسألة بتكون مختلفة، خصوصا لما تكون صغير السن، يعني دي ما بتتنسيش. صحيح. يعني لما كان والدي الله يرحمه بياخدني معاه السفارة وهو رايح يعمل ورقة أو يعمل إجراء أو الكلام ده، دي بالنسبة لي لسه لم تمحى من ذاكرتي حتى الآن. المسألة بالنسبة لنا طبعا أنا فاكرها كأنه المشهد، أنت رايح مكانك بيتك. فالسفارة دي بالنسبة للمصريين بيتهم. فلما الأب أو الأم بتحرص على أن هي
تاخد ابنها او بنتها معاها هي نوع من التواصل، وهي بتحسسه انه احنا رايحين بيتنا رايحين بلدنا. فالاحساس ده كمان لما بيتعمق في داخل الطفل او داخل الولد الصغير او البنت الصغيره ده بيعيش معاه، يعني خصوصا مع المغتربين او المهاجرين لفتره اطول. يعني دي بيكون وقعها واثرها النفسي على الطفل ان ده في نوع من الانتماء ونوع من يعني التعميق الوطنيه في نفسه. اعتقد انه المشهد انه اب وام بيصطحبوا اولادهم او ست جايه على كرسي وهي رغم ظروفها الصحيه، فالمساله فعلا فيها نوع من الحميميه للوطن وحب الوطن ومظاهره فعلا زي ما حضرتك قلت في حب بلدنا. اكيد احنا يعني ان شاء الله هنكون مع بعض وهنستكمل فقرتنا، لكن احنا خلاص الموجز فاضل له يمكن دقيقه واحده فناخد الاجابه في عجاله. حضرتك شايف ازاي الاحزاب والمؤسسات اللي موجوده على الارض ممكن تدعم سير العمليه الانتخابيه زي ما احنا شايفين؟ لا، هو طبعا الاحزاب الفتره اللي فاتت عملوا مؤتمرات شعبيه ومؤتمرات جماهيريه، كان في نوع من التنسيق بينهم لحشد المواطنين للادلاء باصواتهم في لجان الاقتراع. اعتقد انه منظمات المجتمع المدني كمان الفتره اللي فاتت كان في مؤتمرات انتخابيه، كان في نوع من الترويج للعمليه الانتخابيه. لا، كان في جهد المرحله اللي فاتت. اعتقد انه هذا الجهد او مبعثه انه انت النهارده بتحسس المواطن انه عليه واجب وطني، حتى اللي مثلا مش ملم بتفاصيل العمليه الانتخابيه اصبح الان ملم بتفاصيل، خصوصا انه الفتره اللي فاتت بالفعل كان في تحديات كبيره جدا وفي ما زالت التحديات مستمره والمخاطر مستمره. فاعتقد ان ده دور الاحزاب ودور منظمات المجتمع المدني ان توعي الجماهير انه النهارده في مخاطر 1 2 3 بتهدد استقرار المنطقه، احنا معرضين لمخاطر، احنا ما زالت التحديات بتواجهنا. فده دور مهم جدا، واعتقد انه المرحله اللي جايه بتستدعي مننا كلنا تضافر جهودنا حد يعني علشان يعني نلتف حوالين بلدنا. فاعتقد ان احنا كلنا في الظروف اللي بتمر بها المنطقه يعني مستعدين نضحي بكل غالي ونفيس من اجل بلدنا. اكيد الكاتب الصحفي الاستاذ مغاوري نائب رئيس صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط مستمر معانا بعد موجز لاهم الانباء. صحيح، دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء موجز الثامنه صباحا مع لميا حمدين. مره ثانيه اليك يا لميا، اتفضلي. شكرا محمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز القدرة على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة والتي تحفظ كوكب الأرض وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة. وخلال كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية بكوب 28، شدد الرئيس السيسي على مسؤولية القادة المجتمعين عن ضرورة التوصل لإجراءات تتفق مع تم التوافق عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة. ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر المناخ بدبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مجددا، تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ. وعلى هامش كوب 28 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. أكد خلالها الرئيس السيسي حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أعرب الزعيمان عن الأسف الشديد لاستئناف القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدين إدانة استهداف المدنيين وقتلهم على أي نحو.
بحث الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال كوب 28 سبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما تناول اللقاء متابعة القضايا الدولية والإقليمية، لا سيما تغير المناخ والتصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. كما التقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي. وتطرق أيضا اللقاء إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي ومستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني من التصويت. كانت فعاليات اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج اختتمت في عدد من الدول حول العالم وفقا للتوقيت المحلي لها. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من ديسمبر من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عملية تصويت المصريين في الخارج من خلال العديد من مندوبيها الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم. وقد تلقت الحملة صورا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران. وناشدت حملة المرشح فريد زهران المصريين بالخارج لاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبا وحقا دستوريا أساسيا للمواطن وضمانا للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 200 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لبيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة بأنها استقبلت جثامين الشهداء بالإضافة إلى 589 جريحا. ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة أكثر من 54 شهيدا، كما وصل المستشفى المعمداني جثامين أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمدينة غزة، خاصة حي الشجاعية وحي الزيتون. ووصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة العشرات من الشهداء والجرحى. كان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة والتي استمرت لأسبوع واحد فقط. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، مشيرا إلى أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض. وأوضح المسؤول الأممي أن الوضع في خان يونس يعد تذكيرا صادما لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا استشهدوا وأصيبوا في غضون ساعات، كما جاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء. ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن جميع سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود مرة أخرى للزملاء لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا، ونعود مرة أخرى نستكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بتصبح على حضرتك مرة تانية، ولسه كلامنا مستمر عن المشاهدات لليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج. من المشاهدات اللي تابعناها امبارح أنه في بعض العواصم الأوروبية مثلا امبارح كان المفروض يوم عمل، كان في نزول ومشاركة، وكمان كان الطقس سيء جدا في لندن مثلا العاصمة البريطانية أو باريس، كانت درجة حرارة منخفضة جدا. برغم من ده شفنا إقبال على السفارة المصرية في لندن. في بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية زي السعودية يعني متراكمية الأطراف، مساحات كبيرة وبيوجد فقط مقرين انتخابيين. المصري أو المصريين بيجمعوا نفسهم يعني بينتقلوا من نقطة إلى نقطة بمسافات، بيقطعوا مسافات طويلة. شايف المشهدين دول إزاي؟ ما طبعا ده زي ما قلنا إن ده دليل على الانتماء الوطني، وإنه يعني في مثل هذه المناسبات في الظروف اللي احنا شايفينها بالرغم من يعني الأحوال الجوية اللي زي ما حضرتك أشرت،
في اليابان كان نفس الموقف، في كندا نفس الموضوع، في لندن نفس، في بروكسل نفس الموضوع. المسألة كان فيها نوع من الوطنية العالية يعني، أو الإحساس الوطني العالي. دي مسؤولية وطنية في المقام الأول، إلى جانب أنه المصريين في اليوم ده كانوا يعني، المشاهدات اللي أنا شفتها أو المشاهدات الأولية اللي لفتت نظري أنه أولا الحرص على أنه يروح، يعني كأنه النهاردة أنا بجمع صاحبي أو بجمع زميلي في العمل وبنتفق على معاد أنا همر عليك ونروح سوا. فالمسألة كان فيها ظواهر، وكله يعني برضو حريص على أنه يجيب أعلامه ويوزعها على أصحابه. فالمسألة كان فيها بالفعل عرس ديمقراطي، وكان فيها مشاهد رائعة يعني. فالمسألة امبارح ما كانش مفاجئ. خلينا ناخد تطبيق عملي للكلام اللي حضرتك بتقوله، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة ان مشاهد اصطفاف المواطنين قدام اللجان الانتخابية في الخارج بيعكس حالة الوعي والانتماء لوطنهم، وبيأكد كمان ان المصريين مش في معزل عن اللي بيحصل في وطنهم. خلينا ناخد جولة اوروبية ونبتدي على طول مع بعض عن اللي حصل في اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج. نروح النمسا وتحديدا فيينا مع الأستاذ إسلام طاحون منسق حملة مواطن بفيينا. أستاذ إسلام صباح الخير عليك. صباح الخير يا أستاذة منى، وصباح الخير يا أستاذ محمد، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور عليك. أستاذ إسلام كلمنا كده عن مشاهدات اليوم الأول. إمبارح كان يوم عمل، المفروض النهاردة يعني عطلة في النمسا، فهل متوقع يبقى فيه ازدياد للإقبال على السفارة المصرية بفيينا؟ وكلمنا عن أبرز مشاهداتك إمبارح. طبعا في الاول انا بحيي كل مصري وطني شريف كان حريص امبارح، لان امبارح كان يعتبر كان عرس ديمقراطي بالفعل. هنا في النمسا طبعا درجه الحراره صفر وتحت الصفر، وطبعا الثلج بينزل، فكان الجو تقريبا امبارح يعني كان سيء. وبالرغم من كده بدايه من فتح باب التصويت الساعه 9 اللي هو بتوقيت فيينا، الساعه 10 بتوقيت مصر، كان وفد من الكنيسه المصريه، دول كانوا اول ناس حاضرين، نيافه الانبا جبري اسقف عام الكنيسه الارثوذكسيه المصريه من نمسا وسويسرا، كانوا موجودين كلهم، والاب ثيودور، وكان كمان عن المركز الاسلامي الشيخ محمد كليب، دول كانوا اول الحاضرين تقريبا. وبالرغم من كده توافد عدد كبير من المصريين للادلاء بصوتهم. والساعة 3 كان في كمان مظاهرة حب للوطن مصر، نظمها جروب نجوم الرياضة مع النادي المصري مع منظمات كبيرة، طبعا بالأعلام والموسيقى يعني أنا كنت شايف إن امبارح إحنا كنا متوقعين إن يبقى فيه، بس ما كانش الإقبال ده بالنسبة إن كمان الجمعة هنا يوم عمل. فكان الإقبال بصراحة كان كويس. النهاردة طبعا زي ما الأستاذ محمد قال يوم أجازة، فإن شاء الله النهاردة متوقعين يكون في إقبال أكبر، لأن في النهاردة إحنا طبعا في مدينة فيينا، وفي طبعا أربع أماكن تانيين، في مدينة فلاكنفورت، في جراتس، في بروك، في ليوبن. فالنهاردة إن شاء الله الساعة 12 ونص تقريبا، لأن في مدينة فلاكنفورت بتبعد 4 ساعات حوالي 300 حاجة 400 كيلو، فإن شاء الله هيكونوا النهاردة 12 ونص في وفد من فلاكنفورت هيكونوا موجودين، كمان بالوفد كمان اللي هو الناس اللي هتيجي من فيينا، وإن شاء الله يكون النهاردة ثاني يوم يكون الأفضل كمان. إن شاء الله. إزاي تم توعية المصريين الموجودين في النمسا علشان أهمية المشاركة؟ طبعا ده بدا من زمان، يعني بدا من فتره مش من يعني من حوالي مثلا شهر، لان بدا يبقى في ندوات، بدات في ندوه تبع النادي المصري، المستشار محمد نعيم كان موجود وعمل اجتماع مع الناس معظم المصريين، في بعد كده جه برضو حصل برضو ندوه في اليوبن، وكان في مؤتمر حاشد لمحمد مواطن، وفي كمان كلاجنفورت كمان. فكل ده كان بيبقى عباره عن حشد للناس توعيتهم، وكمان احنا بنحاول على قد ما بنقدر على السوشيال ميديا على فيسبوك بنحاول نوعي الناس، لان احنا بننزل مصر كل سنه ويعني بنشوف التغيير طبعا، فاحنا عايزين نحافظ على الانجازات اللي تمت، عايزين يكون في استقرار، لان
لان عايزين بقى يبقى في حصاد لكل ما تم فعله بالفعل على ارض الواقع. احنا كل سنه بننزل، احنا مرتبطين بمصر يمكن اكتر كمان من اللي في مصر، لان صحيح. احنا بعاد عن مصر، فدايما بنبقى حابين ان مصر تكون افضل، وان شاء الله مصر هتكون افضل في الفتره القادمه ان شاء الله. ده اللي بنشوفه يا استاذ اسلام من حضرتك ومن اغلب المصريين الموجودين بالخارج، الارتباط الشديد بالوطن بكافه الاوجه اللي موجوده. انا حابب اسال حضرتك دايما كده في حاله الفرح السياسي او الانتخابي اللي احنا عايشينه، بنلاقي بعض الاصوات كده بتطلع من هنا وهنا، اصوات مشككه، اصوات بتحبط شويه، ممكن تلاقي حد بيحبطك يقول لك يعني ليه بتروح، الدنيا محسومه. الأسئلة دي أو الأصوات دي بترد عليها إزاي كمصريين موجودين في الخارج؟ أنا كمصري يعني هبدأ من نفسي كأسرة. أنا كمصري أنا بيتي، مجرد أنا بخش البيت عندي إحنا كده بقينا في مصر. وأنا طبعا حضرتك طبعا استضفت بنتي، يعني طبعا والد المصري مريم طاحون، وحضرتك طبعا استضفتها قبل كده. فأنا حريص من الأول إن إحنا هنا كمصريين إحنا بنحاول نزرع ده في ابنائنا وبنزرع، فلما بيجي حد يتكلم طبعا احنا ما بنسمعش لاي حد اللي بيتكلم، لان احنا شايفين الواقع، احنا حابين بلدنا، بنحبب اولادنا فيها، حريصين ان اولادنا يتكلموا اللغه العربيه او اللهجه المصريه زي ما بنقول، حريصين ان احنا ننزل عشان يبقى في تواصل بيننا وبين مصر. فاحنا شايفين اللي بيحصل، اللي مش شايف ده مش يعني هو في ناس طبعا في كل مكان هتلاقي فيه ضد وفي مع، فدول ناس بيحاربوا البلد، احنا طبعا ضد ده، واحنا شايفين ان كل حاجه الحمد لله. وكمان احنا كمان عشان شايفين الازمات اللي حصلت، يعني احنا هنا في النمسا لا احنا شايفين حصل حاجات كتيره جدا، من ضمنها الازمه الاقتصاديه، من ضمنها الاسعار، لا في مشاكل كبيره صحيح. جدا مش في مصر بس، يعني في كل مكان في العالم في ازمات، والحمد لله لغايه النهارده الوضع في مصر يعتبر افضل من اماكن كتير مقارنه بالوضع الاقتصادي. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اسلام طاحون منسق حمله مواطن بفيينا على المداخله دي. ونروح مع حضراتكم الى المملكه العربيه السعوديه اللي تعتبر يعني اكبر جاليه مصريه بالخارج موجوده فيها. احنا بنتكلم على حوالي 3 مليون مصري مقيمين داخل المملكه العربيه السعوديه. نتعرف على وقائع تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسيه، مشاهد كتيره شفناها مع يعني ضيوفنا. وهنروح دلوقتي مباشره مع الاستاذ احمد علي حسن عضو الجاليه المصريه في السعوديه. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. لما نيجي توصف لنا المشهد امبارح من واقع تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسيه في اول الايام الانتخابات بالمملكه العربيه السعوديه واخر استعدادات اليوم الثاني. احنا امبارح طبعا كلنا شفنا على الفيديوهات اللي اتعرضت على جميع اللقاءات او التصوير او التصوير الخارجي للتمثيليه، كان ازدحام شديد جدا في اليوم الاول، ادى الى انشاء ثلاث مناطق انتظار في منطقه جده لتسهيل دخول الناخبين. احنا شايفين من امبارح عرس انتشابي لابناء الجاليه المصريه، زحام شديد جدا لفئه الشباب، عندنا كمان كبار السن المتواجدين جايين بيدوا باصواتهم. شفنا كمان العائلات امبارح جايين، اسر كل الاب والام والاولاد بيشاركوا في الملحمه الوطنيه لبلدهم هنا في المملكه العربيه السعوديه. طيب احنا عارفين انه المملكه العربيه السعوديه فيها اكبر جاليه مصريه، بنتكلم على 3 مليون بيمثلوا شرائح مختلفه وبيعملوا في مهن مختلفه، والسعوديه ليها خصوصيه انها يعني بلد متراميه الاطراف، واحنا عندنا يعني مقرين اعتقد في الرياض والقنصليه في جده. المصريين الموجودين في مدن مختلفة في السعودية ازاي بيتواصلوا عشان يصلوا الى المقرات الانتخابية؟ وكلمنا عن حالة التواصل اللي بتحصل ما بين المصريين داخل المملكة. انت حضرتك عارف ان احنا زي ما حضرتك نوهت ان احنا عندنا مقرين الانتخاب، القنصلية والسفارة في الرياض. احنا ابتدينا طبعا من ابتداء المرسم الانتخابي، الاتحادات والجاليات، وكان عندنا حملة السيسي مرشحنا، كنا من بنبتدي
نعمل زي حضرتك زي جروبات لابناء الزاويه المصريه ونوعيهم ان احنا هننزل ازاي هنشارك، وعملنا نقاط تجمع للمناطق البعيده زي المدينه المنوره ومكه المكرمه وعند حضرتك ينبع واملج والطايف ومنطقه الزجاج لنقل المواطنين. كمان سهلنا على المواطنين ان احنا ابتدينا نوعي كل واحد ازاي يجي، يعني مثلا ما نبقاش في تكدس، يعني منطقه المدينه تيجي الوقت الساعه كام مثلا، منطقه الطايف تيجي الساعه كام، عشان ما يبقاش في تكدس للعائلات في المشاركه في العمليه المستقبليه. أكيد حالة كبيرة من الوعي إحنا شايفينها بقت موجودة عند المصريين بصفة عامة، وشايفينها كمان ظهرت مع المصريين المقيمين في السعودية، كان شفنا كمان قد إيه هم مهتمين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي. تعليق حضرتك. أنا طبعا إحنا دايما بنراهن على وعي الشعب المصري، وكان طبعا إحنا شفنا قد إيه الشعب المصري وقف يعني بجوار الدولة المصرية في جميع الأزمات. إحنا طبعا شايفين المناخ الاقليمي حول الدوله المصريه، فالشعب المصري نفسه متحمل المسؤوليه ان هو يدافع عن بلده. احنا نازلين بنقول للناس انزل وشارك، مش مهم هتختار مين، اهم حاجه انزل وشارك. صحيح. كلمتك طبعا الناس كلها هنا جايه، ما حدش بيسال انت جاي تنتخب مين، ولا حتى الناس الناخبين نفسها ما بيسالوش بعض، كل واحد داخل يشارك، والناس فرحانه جدا. انا اول مره في حياتي اشوف، انا من فئه الشباب، ان انا اشوف عرس انتخابي. انا بقول لحضرتك انا حاسس الناس كلها عارفه بعضيها، الناس كلها جايه بتتكلم على بعض. جميل. الناس كلها قاعده فرحانه مع بعضيها. انت لحضرتك اخيرا دكتور احمد، يعني توقعات حضرتك لليوم الثاني النهارده وفي سير عمليه الانتخاب، هل ممكن نشوف اعداد اكبر، والى اي مدى بيحصل عمليه التنظيم ما بين المصريين الموجودين في مدن مختلفه داخل المملكه للوصول الى المقر الانتخابي؟ احنا فتحنا منذ تقريبا 15 دقيقه، احنا لقينا الناس منتظرين من قبل ما نفتح. جميل. تمام، مستقيم منتظرين الدخول. دلوقتي عندنا القاعه مزدحمه داخل اللجان، احنا عندنا هنا تقريبا 12 لجنه، الناس مصطفى حواليهم، كله بيدي بصوته، ونصير العمليه الانتخابيه. يعني انت عارف احنا لسه في اول اتجاه اللجنه، فلسه الصباح، يعني ما نقدرش نقول المؤشرات قد ايه تقريبا. شكرا جزيلا دكتور احمد علي حسن، عضو الجاليه المصريه في المملكه العربيه السعوديه. صباح الخير على حضرتك. خلينا نرجع تاني نستكمل كلامنا مع الاستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ صلاح، حضرتك شايف الاقبال الجماهيري اللي موجود في مختلف البلدان اللي استعرضناها مع بعض، انعكاس ده على القوه المصريه الخارجيه، وقد ايه ده بيبين توازن القوة في المنطقة شكله ازاي؟ شوفي حضرتك، احنا بيميزنا كمصريين انتمائنا لبلدنا. حتى في حالة الهجرة المصري دايما مرتبط ببلده. طبعا ضيوف حضراتكم عبروا عن ده بشكل صريح، يعني الأستاذ إسلام من النمسا قال لك احنا حريصين على ان احنا نزور بلدنا مرة كل سنة. صحيح. طبعا ده جزء من الطقس المصري او العقيدة المصرية، احنا مرتبطين ومتجذرين مع بلدنا أينما حلينا. يعني مهما كان المصري سافر أو راح أو جه، فهو بلده هو رقم واحد بالنسبة له. فالمسألة أو العقيدة المصرية هي ارتباطنا بالبلد، وهذا الارتباط يمتد إلى كل المصريين. ملاحظة تانية، أنه الدور المهم اللي قام وبيقوم به رجال الدين، وسواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، في كل البلاد اللي بيتواجدوا فيه الكنيسة لها دور مهم في توعية الـ يعني المترددين عليها، أو والمراكز الإسلامية اللي موجودة، أو بعثات الأزهر، أو الأوقاف اللي موجودين في الدول الأوروبية أو الأجنبية، لهم دور مهم في أنه بالفعل بيكون لهم في مثل هذه الواجبات الوطنية دور مهم. إلى جانب أنه الجاليات المصرية برضو عليها دور مهم جدا جدا، لانه الجاليات المصريه هي اللي مترابطه مع المصريين اللي موجودين. طبعا. السفاره ككيان رسمي مهم طبعا، لكن الجاليه هي المحور او اللي بتربط المصريين بالسفاره. يعني فالمساله هنا في لها كذا بعد، يعني وطني بينطلق من انه المواطن مرتبط ببلده رقم واحد، الى جانب انه حتى الشعور الوطني في الظروف دي بيكون جارف جدا. يعني بيكون
المصري اللي موجود بره غير اللي موجود جوه. يعني احنا موجودين في بلدنا اوريدي، اللي بره متعطش انه يجي بلده او يرجع بلده، فاحساسه بيكون احساس يعني مش هقول اعلى، لكن هو بيكون يعني في المناسبات دي هو عايز يعبر عن حبه البلدي. فبنشوف المشاهد اللي احنا شفناها والاعلام والاولاد وبيجمعوا بعض وانه يلا هنروح النهارده السفاره، فده بيكون عرس بالفعل ويوم وطني جميل يعني. وامبارح كان يوم وطني بكل المعاني، يوم جميل جدا. فاعتقد انه النهارده الاقبال هيستمر وبكره الاقبال كمان هيستمر، والنهارده وبكره اعتقد انه تعبيرنا او تعبير المصريين هيتبلور زي امبارح بالظبط. استاذ صلاح، المتامل في مشاهد امبارح يعني الطوابير والاصطفاف امام السفارات والقنصليات المصريه، عينيه هتروح دايما على المراه كبطل رئيسي في المشهد، وهي بطل رئيسي في كافه الاستحقاقات الانتخابيه والسياسيه على مدار 10 سنوات. المراه كانت موجوده بقوه، الشباب كمان ذوي الهمم، شفنا بعض الصور من ذوي الهمم مصممين على المشاركه. هذا التنوع في الشرائح اللي بتدلي بصوتها شايفه ازاي؟ هو طبعا شوف يعني المراه المصريه مش هي مش محتاجه شهادتي او شهاده غيري. يعني احنا المراه المصريه او السيده المصريه اثبتت على مدار الالاف السنين ان هي جزء اصيل من هذا الوطن، وهي اللي بالفعل ساهمت سواء في الازمات هي اللي كانت بتقف، في الـ 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 الاوقات العصيبه كانت بتكون لها دور مهم. المرأة المصرية مختلفة تماما عن كل السيدات، مع احترامنا لكل سيدات العالم، لكن المرأة المصرية أولا حمولة جدا في ساعة الأزمات، بتكون لها وقفة صلبة جدا. يعني هي في بعض الظروف هي اللي بتربي ولادها، وهي اللي بتكون حريصة على ان هم يطلعوا عناصر مفيدة في المجتمع. دورها امبارح يعني ده مش غريب علينا، والشباب المصري النهاردة وارتباطه وانه دلوقتي بقت السوشيال ميديا بدا يكون يعني اولا في نوع من التفاعل زي ما حضرتك اشرت في السؤال، لو حد بيحبطك او حد هيقول لك حاجه لا هو اللي بيرد عليه. فالمساله هنا اصبح يعني النهارده الشباب غير، يعني احنا مثلا جيلنا في سنهم ما كانش هذا الوعي موجود، لانه النهارده الحروب بقت بتستهدف هذه الفئة السنية. انه الفئة فعلا انا ما فيش خوف على الشباب المصري، لانه بالفعل هم عندهم وعي غير عادي، بقى عندهم دلوقتي قناعة وعندهم يقين انه ده بيستهدف حاجة معينة هو اللي بيرد عليه. فانا من متابعاتي للسوشيال ميديا واللي بتكتب عليها وردود الشباب نفسهم، لا الشباب المصري يفرح بجد. فاعتقد انه المشاهد اللي احنا شفناها امبارح واقبال الشباب واقبال السيدات واقبال حتى الست اللي جايه على كرسي متحرك، يعني هي حريصه على ان هي اولا جايه تأدي دور، وهي يعني انتمائها لبلدها هو اللي بيدفعها لده. كبار السن اللي احنا شفناهم واقفين في طوابير ومنتظرين بدون اي تململ وبدون اي ما يكون عنده نوع من، هو جاي لكده، هو جاي وعنده استعداد انه ينتظر في الطابور. فمع ذلك انه لقى ان العمليه منظمه والعمليه ميسره، لكن هو جاي مستعد ان هو يعني هيواجه ده. فالدور اللي المفروض النهارده الشعب المصري النهارده بعد المشاهد اللي احنا شفناها، اعتقد انه يعني الصوره هنا هتكون يعني هتفرح. اكيد صوره محفزه لينا ان شاء الله للذهاب والتصويت في الانتخابات بالداخل يوم 10 و11 و12 ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. كل شكر لحضرتك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. السوشيال ميديا، المنصات الرقمية الموجودة على الانترنت أصبح لها دور كبير جدا ومؤثر في صناعة وزيادة الوعي. هنا بتيجي أسئلة مهمة جدا، إزاي ممكن توظيف هذه المنصات وهذه المواقع في زيادة الوعي السياسي في المجتمع؟ إيه أكتر المنصات تأثيرا على الشباب في رفع مستوى الوعي السياسي؟ هل ممكن هذه المنصات الرقمية يكون لها دور قوي وحضور في الاستحقاقات الانتخابية والسياسية ولا لا؟
إجابات هنعرفها من ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتورة سارة. صباح الخير على حضراتكم وعلى المشاهدين، شرف لي التواجد مع حضراتكم. أهلا بك. بداية لما نيجي نتكلم على منصات السوشيال ميديا ودورها في زيادة الوعي السياسي في المجتمع، هل فعلا المنصات دي أثبتت كفاءتها وقدرتها على انها تكون تعمل حراك او تقدر تزود الوعي السياسي في المجتمع؟ طبعا في دراسات كتير اتعملت في مختلف كليات الاعلام داخل مصر وخارجها، لقت بالفعل ان في طبعا علاقه وطيده وارتباطيه ما بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اثناء الاستحقاقات الانتخابيه والنيابيه المختلفه ورفع الوعي السياسي، المشاركه السياسيه، الثقافه السياسيه عند الشباب. فاحنا عندنا مواقع التواصل قادره على انها تخلق نوع زي ما حضرتك قلتي من الحراك، وتشكل كمان اتجاهات الشباب ناحيه المشاركه السياسيه وتساعدهم. يعني احنا مؤخرا شايفين حملات شبابيه كتير شعبيه، حتى بعيدا عن حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميه، بيعملوا حملات لتشجيع غيرهم من الشباب ان هم ينزلوا ويدلوا باصواتهم، وده حقك الدستوري ولازم تمارسه. كان عندنا كذا اكثر من تجربه حصل فيها ده، يمكن اخرهم الانتخابات الرئاسيه الامريكيه في 2020. كان التيك توك ضمن استراتيجيه الحمله الخاصه بالمرشح بايدن انذاك، وبالفعل التيك توك جذب، رغم الناس تقول ده التيك توك اكثر استخداماته ترفيهيه بالظبط، لا ده ساعد الشباب اللي هم تحت سن ال 25 اللي هم بدا التصويت من 18 سنه ان هم يسجلوا في النظام الانتخابي الخاص بيهم ويكتبوا اسمائهم ويعرفوا لجانهم الانتخابيه. وجدوا كمان علاقه ما بين التيك توك وان هو بيساعد الشباب الصغير ده، خاصه ان هم بدايه ال 18، ان هم يعرفوا الاخبار السياسيه ويزود متابعتهم للاخبار السياسيه. ده ما يديش مؤشرات اصلا ان في عزوف من الشباب على استخدام المنصات القديمه؟ يعني بقى في تطور في حتى في استخدام المنصات نفسها؟ طبعا منصات اولد سكول ومنصات جديده؟ طبعا ده اكيد الشباب اكيد بينجذب للمنصات الحديثه لانه هو اتولد وجدها وكبر معاها وهي كبرت معاه في استخداماته واشباعاته. الفكرة كلها في ان الشباب الصغير ده ما بيقدرش يقعد قدام، حتى احنا بندرس ده في حاجة اسمها الشورت اتنشن والشورت ريكول، بقى عنده قصر انتباه، ما يقدرش يقعد يتابع مثلا برنامج لمدة ساعة، لا هو لازم كل دقيقة يشوف فيديو جديد او ينقل على حاجة جديدة. تيك توك خوارزمياته قادرة على كده، قادرة انها تقعد حضرتك لانه بيشتغل بحاجة اسمها البوش تكنولوجي. ازاي؟ انا وليكن حضرتك شفتي فيديو لسارة وعملتي له لايك مرة، فيبدأ يحلل ان حضرتك بتحبي الحاجات اللي بتنشرها ساره او الاهتمامات المشابهه لنفس المحتوى فتيجي اكتر بالظبط وتجذبه. فهو ده اللي حصل، ان اللي في الانتخابات الامريكيه كان الحزب الديمقراطي فضل يستخدم تيك توك كتير لدرجه ان الشباب فعلا بقى ينزل. جميل. وبقى يصوت وعمل حملات كتير عليه. ده بالنسبه دكتوره ساره للتجربه الامريكيه. لو جينا للتجربه المصريه وانتخابات الرئاسيه 2024، الى جانب اللي اشرتي اليه وهو مهم جدا، فكره الوعي السياسي والوعي بالعمليه الانتخابيه والتصويت والاجراءات الخاصه بالانتخابات، ازاي المرشحين للرئاسه استفادوا من هذا الفضاء الالكتروني وتحديدا منصات التواصل الاجتماعي في تقديم برامجهم السياسيه والوصول الى الجمهور المستهدف بشكل مباشر؟ انا شايفه حمله المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي كانت اكثر يعني استخداما للمنصات الرقميه بصوره رائعه جدا، اعتمادها على المؤثرين خاصه في مخاطبه الشباب، الى جانب طبعا الفئات الاكبر ليهم ندوات ليهم طرق تانية للتواصل، لا قدرت انها تستخدم المؤثرين للتعرف على منجزات الدوله. طب احنا ليه اصلا نازلين نصوت؟ طيب احنا ازاي اصلا انت تدخل النظام الانتخابي؟ عملت مجموعه من الانفوجراف والموشنجراف والبرامج التوعيه السياسيه على السوشيال ميديا كانت رائعه جدا، الف باء سياسه وغيرها. كان عندنا كمان جزء مهم جدا التعريف بالانجازات وافلام قصيره على الديجيتال ميديا كانت بتوجه في الصدد ده، فبالتالي الشباب يقدر. بس اعتقد ان دي حاجه كانت بتميز حمله الرئيس السيسي، انه كان في فصل تام ما بين انجازات الدوله وما بين الاهداف اللي كانت موجوده للحمله، يعني لم يتم استخدام ابدا انجازات الدوله ولا الانجازات بصفته الرئيس السيسي، ولكن التعامل كان مع الحمله على المرشح عبد الفتاح السيسي. صحيح، وده كان موجود في كل المنصات كمان حتى في وسائل الإعلام المصرية، فدي نقطة قوة إيجابية كبيرة جدا. وكمان فكرة إن الحملة زي ما حضرتك شايفة
هي مش بس فكرة وسائل إعلام رقمية، الإعلام هو اتصال مواجهي، هو إعلام رقمي، هو إعلام تقليدي، هو كل وسائل الاتصال. فبالتالي كانت كمان بتستقبل وفود كتيرة من الشباب وبتساعدهم إن هم يقدموا مقترحات نفسها للحملة أيا كان انتمائهم السياسي. فدي نقطة قوة كبيرة جدا. وأنا في اعتقادي إن الانتخابات الاستحقاق القادم ده هيكون فيه مشاركة سياسية كبيرة جدا من جانب الشباب، وده مش مجرد كلام بنقول، لا، في مؤشرات لده. احنا بنتكلم على حد زي الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الدولة، عمل تمكين للشباب باستراتيجية التمكين، أطلق برامج كتيرة لتأهيل الشباب للقيادة زي البرنامج الرئاسي، أطلق كمان مجموعة كبيرة من مؤتمرات الشباب اللي مش بتركز على الشباب في المدن المركزية، لا أنا رايح كل مكان وبسمع الشباب وبحول مقترحاتهم لمشاريع تدخل حيز التنفيذ. فالحملة قدرت إنها توضح ده وتبين ده، وعندنا اكبر نسبه تمثيل سياسي للشباب في البرلمان، وعندنا كمان يعني امانات الشباب في الاحزاب السياسيه. فالحقبه السياسيه اللي نعيشها حاليا الشباب متصدر المشهد قولا وفعلا، مش بس زي الحقب السابقه، انا بتكلم عن الشباب بس هو مش موجود في المشهد اصلا. فدي نقطة، مهمه دكتوره ساره، انه هو فكره الاتهام دايما الموجه للشباب انه في حاله عزوف عن المشاركه السياسيه وسلبيه، وانه بيكتفي فقط انه يعني يعمل شويه كومنتس على الفيسبوك. لا، هو بينزل وبيصوت وفي مشاركه ايجابيه وفعاله وفي سلوك تصويتي بنشوفه على الارض. منصات الرقميه دي كلها دكتوره ساره، الى جانب اهميتها والايجابيات اللي حضرتك اشرت اليها في عرض البرامج السياسيه، في رفع حاله الوعي، في جوانب اخرى كمان فيما يتعلق بحملات التشكيك في صحيح. بعض الشائعات والفبركات اللي احنا بنشوفها للاسف بتهدف الى تزييف الوعي، مش تنوير الوعي، لا، بنشوف حاله من حالات تزييف الوعي. بترصدي ده ازاي؟ وإزاي إحنا كشباب أو كمتعامل مع مثل هذه المنصات يتعامل مع هذه الأفكار؟ في حاجة مهمة جدا أنا مؤخرا لقيتها، دايما في أوقات الانتخابات بيحصل هذا النوع من التشكيك في كل الانتخابات في العالم، وإن تبدأ وسائل إعلام معادية أو جهات معادية تبدأ تشكك في كل حاجة، في نزاهة الانتخابات، في صدق المرشحين، في غيره. لكن الميزة عندنا مؤخرا إن الشباب عندهم ارتفاع للوعي السياسي. بمعنى إيه؟ في فترات سابقة كان الشباب ما بيشاركش في صناعة القرار، فهو مش شايف حاجات كتير، ما كانش عنده منصات عشان يعبر عن نفسه، كان مثلا يجيبوه وقت احتفالات معينة وبعد كده مش موجود. لكن الشباب دلوقتي في حالة من الثقة السياسية بين الرئيس السيسي وبين الشباب، لأن هم شايفينه عمل 1 2 3. فبالتالي ما بتبدأ حملات التشكيك الشباب ده من نفسه، لأنه شاف ده على أرض الواقع، شاف المنجزات دي بشكل ما، شارك في برامج التأهيل، شارك في برامج الأكاديمية الوطنية، بيبدأ هو يتحول تمام لأداة لمواجهة بقى حملات التشكيك دي. وزي ما قلت لحضرتك، يمكن في البداية كان في أكتر من حملة شعبية زي يلا سيسي وغيرها، كانت حملات شعبية يعني موجهة لدعم الرئيس السيسي ودعم الإنجازات الموجودة بالفعل. خلينا دلوقتي نروح البحرين ونتعرف على مشاهد من عملية تصويت المصريين في السفارات والقنصليات. معنا الدكتور رامي لبيب، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالبحرين. دكتور رامي، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. حابين نعرف تفاصيل أكتر. اليوم الأول امبارح أهم المشاهدات، النهاردة بنبدأ وقائع اليوم الثاني من الانتخابات وتصويت المصريين بالخارج. أبرز مشاهدات حضرتك خلال أمس والبدايات والاستعدادات النهاردة. احنا الحمد لله بدءا من بدء التصويت في 9 صباحا، وانا شاهد مشاهد جميلة جدا من كثافة في التصويت، الجميع مهتم بالتصويت. حضرتك لو بتتابع الصور الموجودة هنا او اللي بنبعتها من مملكة البحرين من امام السفارة المصرية، طاغي على المشهد السيدات بكثافة كبيرة جدا، السيدات والأطفال وبالأعلام المصرية، مهتمين جدا إن بالمشاركة الانتخابية ومهتمين جدا باختيار رئيس مصر القادم. طبعا ده انعكس علينا إن هو اهتمام القيادة السياسية خلال 10 سنين اللي فاتت بالمرأة. النهاردة النتائج موجودة على أرض الواقع، المرأة المصرية موجودة بكثافة تستحب أطفالها يزينون جميع اللجان الانتخابية عندي في البحرين وفي جميع دول الخليج وفي جميع دول العالم. طغى مشهد المرأة المصرية في التصويت. أكيد.
طيب حالة من الوعي احنا شايفينها موجودة عند المصريين المقيمين في الخارج بصفة عامة وفي البحرين زي ما احنا شايفين، حرص المصريين على التواجد زي ما حضرتك بتقول، المرأة المصرية جاية وجايبة معها أولادها وحريصة انها تبقى موجودة أمام صناديق الاقتراع، لو تكلمنا عن المشهد بصفة عامة. والله يا فندم حضرتك احنا يعني انا نفسي متفاجئ بنسبة الاقبال، يعني كان رغم دعوات التشكيك ودعوات المقاطعة اللي قادها اهل الشر، الا ان المصري في الخارج عموما عنده وعي وعنده ادراك بخطورة المرحلة وما يلحق لمصر من مؤامرات. النهاردة الحمد لله احنا كحملة متطوعة موجودين في مملكة البحرين ما عندناش اي مشكلة خالص في الحجز كويس جدا، المصريين متعاونين، في ناس كتيرة جدا متطوعة، ناس احنا ما نعرفهاش بتتصل بتقول والله احنا حابين نكون موجودين معاكم، ولو لينا دور لو حضرتكم محتاجيننا في اي حاجة احنا موجودين. انا متفاجئ جدا ان معظم الناس جايبة سياراتها الخاصة وبدأ ان هي بروح من الوعي والادراك وحب الوطن بيحشلوا بيجيبوا اصدقائهم وبيجيبوا اسرهم وبيجوا بيحتشدوا امام اللجان، ونسبة التصويت الحمد لله جميلة جدا ومبشرة في مملكة البحرين. بيجي لنا برضو أفندم أعداد كبيرة جدا من المنطقة الشرقية بالخبر والدمام نظرا لقرب المسافة بين مملكة البحرين والسعودية. احنا أفندم عملنا برضو متطوعين من عندنا من اللجنة بتنقل بالمجان ضيوف المملكة من الخبر والدمام من خلال جسر الملك فهد وبترجعهم تاني للجسم. طيب دكتور رامي، امبارح كان الجمعه، احنا طبعا ملاحظين ومتابعين من خلال التغطيه انه في كثافه للتصويت بشكل كبير جدا في دول الخليج وطبعا في مقدمتها المملكه العربيه السعوديه. امبارح كان عطله جمعه والنهارده كمان، توقعاتك لسير اليوم الثاني والثالث، يعني هل هنزيد نسبه الاقبال بشكل كبير خلال الساعات اللي جايه؟ انا مطمن، يعني انا شايف حضرتك في بدء مع بدء الانتخاب النهارده ثاني يوم الساعه 9 كان في تجمعات موجوده امام السفاره عندها حرص على التصويت، والحان والان الباع اللجنه فتحت وبيقضوا بصوتهم، نسبه الكثافه عاليه جدا موجودين، واحنا يعني مش قلقانين. امبارح احنا اشتغلنا شغل كويس جدا وبدأ عملية الوفود بعد صلاة الجمعة. النهاردة عطلة في الخليج وفي مملكة البحرين، متفاجئين بالأعداد اللي موجودة وما عندناش أي قلق خالص 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 بالنسبة للمشاركة، لأن حضرتك لو متابع الفيديوهات والصور في حرص على المشاركة وفي حرص على اختيار رئيس مصر. طبعا احنا شايفين كتير من المبادرات التوعوية اللي تم اطلاقها على مدار الفترة اللي فاتت في مختلف الاماكن، يا ترى ايه المبادرات اللي تم احنا متواصلين يا فندم متواصلين يا فندم مع الجميع وعاملين جروبات واتساب وبنكتب على السوشيال ميديا ابرز التعليمات اللي بتجينا من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبنكتب ايه المطلوب بحيث ان هو يبقى الناخب اللي جاي ينتخب عنده الاوراق وعنده جواز سفره وعنده بطاقه شخصيه ان امكن، بحيث يكون صوته يضمن ان صوته يكون وصل بالطريقه الصحيحه. ممتاز. طيب الجميع اتفضل. مجموعه من السيدات المتطوعات عاملين جروبات سيدات فقط بيحشدوا للسيدات فقط في مملكه البحرين، لو ناس بيحشدوا الناس كبار السن وبيحشدوا السيدات اللي هم ما عندهمش سيارات. فاحنا عندنا حمله كبيره جدا متطوعين، يعني انا الحمله الانتخابيه عندي في مملكه البحرين اكثر من ثلثها سيدات ومتطوعات من النساء. اكيد. تمام. حضرتك دكتور رامي، مره ثانيه عايزين نتكلم على المشهد اللي موجود في الخارج وانعكاسه على الداخل، يعني احنا مهم جدا واحنا بنستعد بقى في الداخل كمصريين للتصويت ان شاء الله يوم 10 ديسمبر وبدء انطلاق العمليه الانتخابيه في الداخل. عينينا عليكم، عينينا على المصريين بالخارج، فانتوا بتقدموا مشهد مهم جدا لينا كمصريين. اهميه هذا المشهد برايك والتصويت نفسه كرساله شايفها ازاي؟ حضرتك بلا شك ان المصري في الخارج هو يعني زي ما بنقول
فترة البداية، يعني المشهد زي المشهد زي ما حضرتك شايف، وزي ما كل القنوات بتنقل المشهد مطمن جدا، في كثافة تصويتية في معظم الدول، ومملكة البحرين خاصة لها طبيعة خاصة نظرا لقرب المسافات، وإن المجتمع في مملكة البحرين مجتمع أسري ومجتمع مترابط، فمعظم الصور هتلاقي إن هي بتبقى الأسر كاملة راح تنتخب أو راح تصوت في مقر السفارة بمملكة البحرين، إلى جانب إن إحنا بيجي لنا أعداد كبيرة جدا من المملكة العربية السعودية. انعكاس المشهد بلا شك إن المصري في الداخل نظرا لما تحقق على أرض الواقع من إنجازات ومن مشاريعات حياة كريمة والنهضة اللي موجودة حاليا، إن إحنا متفائلين إن شاء الله لاستكمال الطريق. أنا شايف بإذن الله إن لا خوف خالص إن شاء الله لأي شيء، وإن شاء الله الانتخابات هتكون مفاجأة للجميع رغم كمية الإحباط اللي كانت قبل. لا هو ما فيش إحباط، رغم إن أنا بقول إن أنا الصورة صحيح. من أرض الواقع في صورة في من أرض الواقع اللي موجودة حاليا اللي أنا شايفها قدامي من أمامي. طبعا ما فيش إحباط، في تصميم وفي مشاركة إيجابية ومشاركة فعالة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي لبيب على كل المعلومات اللي أتحتها لينا، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بمملكة البحرين. صباح الخير على حضرتك. خلينا نرجع تاني نستكمل كلامنا مع دكتورة سارة فوزي، مدرس الإذاعة بكلية الإعلام. دكتورة سارة، كنت أشرتي لمثل في بداية كلامنا أنه في الانتخابات الأمريكية لاحظتي أن تيك توك هو الأكثر تأثيرا كان من ضمن المنصات، أنت بقى شايفة في الواقع المصري أكثر المنصات اللي متخيلة أنها ممكن تكون أكثر تأثيرا؟ فيسبوك وإنستغرام. أنا كنت هعقب كمان على المشهد المشرف لتصويت المصريين بالخارج. الحقيقة أنا من امبارح وأنا شايفة حاجة جميلة جدا، شايفة دول جاليات مصرية في دول يمكن إحنا ما كناش بنشوفها في حقب سياسية سابقة، يعني ما كانوش مهتمين بالتصويت. لا، عندي البرازيل، عندي الجالية المصرية في تشيلي وكوريا واليابان، وشايفين كثافة تصويت عالية، فدي نقطة قوة مهمة. وعايزين برضو نشيد بأداء المصريين كلهم بالخارج. أنا شايفة الصبح فيديوز كتيرة على إنستغرام وعلى فيسبوك بيتصوروا هم في اللجان وعاملين فيديوهات وبيقولوا المصريين ما يجي الدور يعني على حضراتكم الأسبوع المقبل ابدأوا صوروا. بالظبط، هو ده الجزء، أيوة، العلاقة بين الإعلام الرقمي والمشاركة السياسية. فصوروا أفضل المشاهد اللي أنتوا شفتوها في الانتخابات ما يجي التصويت، قولوا لغيركم. فكل ده فكرة كرة الثلج، يعني هي فكرة المشاركة السياسية ان انا اقول لحضرتك يلا ويلا ويلا، فكلنا نقدر ننزل ونمارس حقنا طبعا الدستور. حضرتك شو قلتي اللي منا اكتر منصات اللي هي الفيسبوك وانستغرام دول تأثيرا على الشباب المصري او على المتلقي المصري؟ صحيح. اكتر المبادرات او اللي شفتيها واستوقفت الدكتورة سارة فوزي فيما يخص الانتخابات الرئاسية، المبادرات اللي انطلقت؟ أنا يعني بالنسبة للمبادرات الرسمية الحقيقة صوتك مستقبلك، بالنسبة للمبادرات الشعبية في حملة يلا سيسي، ودي بتتكلم عموما أولا بتنزل للشباب، وجزء منها كمان على الديجيتال ميديا، وجزء منها أفلام تسجيلية. وفي كمان أكتر من مبادرة عملها مجلس الشباب المصري، ومبادرات كتيرة كمان رائعة جدا. لأن إحنا برضو خليني ألفت النظر حاجة، إحنا حاليا بنحية في فترة أكبر عدد الائتلافات واتحادات الشباب اللي بتعمل في العمل التطوعي. صحيح. والتنموي، فكل دول من جانبهم كمان بيعملوا حملات رائعة جدا وبيشجعوا الشباب ان هم ينزلوا فعلا. موجودة على الديجيتال ميديا، يعني موجودة على المنصات البلاتفورمز الموجودة. أما هي المشاركة السياسية بتبدأ أونلاين، حتى بيسموها الأونلاين أكتيفيزم، النشاط عبر مواقع التواصل، بعدين بتترجم بقى الفعل والسلوك في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأنا مش بتكلم كده عشان بس الاستحقاق الرئاسي، عشان احنا بعد كده جاي علينا المجالس طبعا، انتخابات مجلس النواب ثم المجالس المحلية وهكذا، فتفضل المشاركة السياسية يعني فعالة دائما. طيب، كتير من الناس دايما بتبقى عندها هجوم على المؤثرين وصناع المحتوى والإنفلونسرز، ومش دايما بنبقى شايفين قد ايه الأبعاد المختلفة. شفنا مع الحرب على غزة، وشفنا لما حصل القصف قد ايه تحول ناس كتير كان صناع محتوى في مجالات محددة، وقد ايه شحنوا كل ما يستطيعوا لدعم القضية الفلسطينية. نقدر بقى ازاي نتعامل مع المؤثرين انهم يزودوا الوعي السياسي ويزودوا
يزودوا الوعي الانتخابي لدى المصريين؟ طبعا استخدام المؤثرين كوسيله للتسويق السياسي والاجتماعي ده الانفلونسر ماركتنج ده جزء من علم التسويق. فكره ان انا دائما الحكم على الانفلونسر اصل دول لا تافهين شويه اصل محتواهم كذا، لا ما هو في جزء منه ترفيه وفي جزء منه ده زي يعني عمل وسائل الاعلام عموما جزء ترفيه جزء معلومات بالظبط. فبالتالي انا اقدر ان انا لو انا مثلا عندي منصه او انا في تيم الاعداد الخاص بهؤلاء المؤثرين ان انا اضمهم للحملات الرسميه او الشعبيه بتاعتي، احط لهم طبعا سكريبت ومعلومات يبنوا عليها الحلقه بتاعتهم ويبينوا حاجات فعليه، ويبقى استخدام المؤثرين عندي مهم. عشان حاجه كمان خطيره قوي، وقت الانتخابات زي ما حضرتك قلتوا في البدايه بتحصل حملات للتشكيك ولا او كده، فيبدا يبقوا المؤثرين بتوع حضرتك هم الاداه السريعه على طول توصل اكبر عدد من الشباب او المراه او اي فئه عشان ما يصدقوش وينساقوا وراء وسائل الاعلام. وبترسخ صوره ذهنيه يعني حتى اللي هم مش في السن الانتخابي دلوقتي لما بيتعرضوا للفيديوز ويشوفوها يبقوا عارفين انه لأن احنا قربنا على السن الانتخابي اكثر استخداما للسوشيال ميديا. طب الدراسات الإعلامية والدراسات العلمية بتقول لنا إيه يا دكتورة سارة فيما يتعلق بالتعاطي والتعامل مع المنصات الرقمية باختلاف أشكالها والتوظيف السياسي ليها؟ وهل فعلا هم الشباب أكتر فئة، يعني ده الاعتقاد الشائع دايما أنه الشباب هم أكتر فئة بيتعاملوا مع الإعلام الرقمي، ولا في دراسات بتقولي لا في شرائح أخرى بتتعامل بشكل مباشر معاه؟ مؤخرا اخر 10 سنين في مصر فعلا بدات الفئات العمريه الاكبر يمكن بعد سن ال 35 لا يعني تستخدم مواقع التواصل بصوره كبيره، بس يظل الشباب هم الفئه الاكثر استخداما فعلا. فعشان كده دايما لما بنوجه حملات بنوجهها للشباب عن طريق الديجيتال ميديا لانها بتكون اسرع، وحضراتكم يمكن اكيد طبعا عارفين دلوقتي بقى عندنا منصات كتيره بتعمل في مجال الاخبار او مجال الانتاج الدرامي او البرامج عشان تقدر توصل لشريحه الشباب. فدي زي فترة ما كنا يعني ما أو ما جيل الأكبر مثلا بيسمع الراديو فهو خلاص ده راديو بيثق فيه أو التلفزيون. الشباب عنده يعني دراسات كتير اتعملت في الموضوع ده اعتماد على وسائل الإعلام الرقمية مقارنة بالتقليدية. بس ده ما يمنعش أنه مهم جدا كمان الاعتماد على الوسائل التقليدية، والاعتماد حتى الفكرة اللي أشرت إليها فكرة الاتصال المباشر، يعني صحيح. لا غنى عن الحملات المباشرة أو التوعية، دي مهمة جدا عشان أوصل رسالتي وتبقى رسالتي مؤثرة كمان. النقطة دي بقى مهمة، ويمكن مؤخرا الجامعات المصرية وحتى معاهد التعليم الفني والمهني بدأت سلسلة توعوية للشباب ان هم يصوتوا ويشاركوا في الاستحقاقات الانتخابيه، ولقينا فعلا ندوات كتير وحاضرها شباب كتير، مع ان دايما بيتهم الشباب بالعزوف السياسي ولا مبالاه سياسيه، لا كان موجود في كل الجامعات سلسله توعويه مهمه جدا للتصويت. اكيد. طيب يعني النتائج اللي اظهرت فعلا قوه المنصات دي، احنا مش بنتكلم بس على الاستحقاق الانتخابي الموجود زي ما كنا بنتكلم انه في استحقاقات انتخابيه قادمه كتير، ازاي نقدر نستثمرها الاستثمار الامثل ان احنا نقدر فعلا نحشد الشباب ونحشد الاطفال اللي في سن خلاص قربوا يبقوا شباب ويستخرجوا بطاقات انتخابيه انهم يبقوا دايما عندهم الوعي للمشاركه؟ اول حاجه ان انا اتنوع في الحملات بتاعتي. يمكن ناس كتير بتفتكر ان انا بس اعمل فيديوز، لا انا الاطفال مثلا اللي هم هيبقوا بعد 4 أو 6 سنين في سن الشباب بيحبوا جدا حاجات موشن والانفوجراف والانيميشن، فاخاطب كل فئه بما يناسبها. مثلا الشباب دلوقتي بيحب قوي البودكاست وبيسمعه، فيبقى عندي بودكاست بيتكلم عن المشاركه السياسيه والاستحقاقات الانتخابيه. الكبار مثلا في السن اكتر لا بيحبوا الاخبار التفصيليه، فاقدر اعمل لهم ما يسمى بالكروس ميديا ان هو يشوف من اكتر من 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 قالب باكثر من مكان. كمان اقدر ان انا اعمل حاجه مهمه جدا ان انا دايما استخدم المؤثرين عشان فئه ال 18 اللي بداوا بقى المشاركه السياسيه ويسمعوا ويشوفوا. كل الحاجات دي بتزود المعرفه والوعي السياسي، فيبقى عندي ما يسمى بحملات الاتصاليه التسويقيه المتكامله. دكتور سارة فوزي مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا وكانت إضاءة كده ممتعة لعالم السوشيال ميديا وتأثيره السياسي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف مشهد مشرف إن شاء الله الأسبوع القادم كمان في الاستحقاق القادم. أكيد. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا، اتفضلي لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز القدرة على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض وتتعامل مع تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة. وخلال كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية بكوب 28، شدد الرئيس السيسي على مسؤولية القادة المجتمعين عن ضرورة التوصل لإجراءات تتفق مع تم التوافق عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة. ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر المناخ بدبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، مجددا تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ. وعلى هامش كوب 28 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. أكد خلالها الرئيس السيسي حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتترقى أيضا اللقاء إلى قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أعرب الزعيمان عن الأسف الشديد في القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدين إدانة استهداف المدنيين وقتلهم على أي نحو. بحث الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال كوب 28 سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تناول اللقاء متابعة القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ والتصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. كما التقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي، وتطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي ومستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. بدأ المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، وقام السفراء ورؤساء اللجان الانتخابية في السفارات بالتعاون مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابية في الدول التي بدأ فيها التصويت، بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت، والتي تستمر 3 أيام، تبدأ في 9 صباحا وتنتهي في 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عمليات تصويت المصريين في الخارج من خلال العديد من مندوبيها الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم، وقد تلقت الحملة صورا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران. ونشدت الحملة المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبا وحقا دستوريا أساسيا للمواطن وضمانا للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 178 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لبيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة بأنها استقبلت جثامين الشهداء بالإضافة إلى 589 جريحا. ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أكثر من 54 شهيدا، كما وصل المستشفى المعمداني جثامين أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمدينة غزة، خاصة حي الشجاعية وحي الزيتون. ووصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة العشرات من الشهداء والجرحى. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، مشيرا إلى أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض. وأوضح المسؤول الأممي أن الوضع في خان يونس يعد تذكيرا صادما لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة
مشيرا إلى أن عددا كبيرا استشهدوا وأصيبوا في غضون ساعات، كما جاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء. ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن جميع سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. 57 منظمة محلية ودولية تتابع الانتخابات الرئاسية اللي بدأت امبارح بتصويت المصريين في الخارج. علشان كده الهيئة الوطنية العليا للانتخابات حددت مجموعة من الشروط لتقدم المنظمات المصرية لمتابعة الانتخابات. مثلا أهمها شرط أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحياد والنزاهة. كمان تم الإعلان عن تشكيل ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية واللي بيضم ممثلين عن 34 دولة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بنت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا وسهلا. بداية، أهمية وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ليه؟ خليني أقول لك أنه مجرد وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات معناها بالضرورة هو اهتمام بالدولة المصرية، ومعناها أن الدولة فاعلة في محيطك الإقليمي، دولة كبيرة، دولة بيهتم بها الرأي العام العالمي. نزاهة العملية الانتخابية بتتوقف على مجموعة من العناصر، أهمها أن يبقى فيه متابعة أو رقابة أو رقابة دولية، لأنها بتدي ثقة في نتيجة الانتخابات، بتدي ثقة للناخبين، بتدي ثقة للرأي العام العالمي والرأي العام المصري على أنه الانتخابات نزيهة وتحت بصر وبصيرة سواء منظمات إقليمية أو منظمات محلية أو منظمات دولية. إحنا في مرحلة من المراحل كنا بنتحرج لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية. لما وصلنا لمرحلة إنه ليس لدينا ما نخفيه، عندنا دستور وعندنا قوانين وعندنا إعلام مفتوح وعندنا إعلام موازي وعندنا مشاركة من 106 حزب وعندنا مشاركة من آلاف من منظمات المجتمع المدني، النقابات المهنية، النقابات العمالية. الشأن المحيط بالدولة المصرية كمان بيحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الانتخابية. هي كمان ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية. لنزاهة العملية الانتخابية. مهم جدا متابعة العملية الانتخابية. لما بيبقى فيه متابعة من منظمات إقليمية ومحلية ودولية، انت بتضمني انه الجهاز الاداري يبقى حريص جدا على العمليه الانتخابيه، وبيبقى كمان حريصه الاحزاب السياسيه على انها تحفز المواطنين على المشاركه في الانتخابات. بتحفز كمان قطاع كبير من المجتمع انه يشارك، لانه انت عشان توجه لوم او توجه ملاحظه لاي قصور في العمليه الانتخابيه معناها انك انت تبقى مشارك. دي كمان بتشجع عدد كبير من العازفين على المشاركه في العمليه الانتخابيه ان هم يشاركوا في الانتخابات. يعني في قطاع كبير من الشباب لا يثق في اي عمليه انتخابيه ما لم يكن هناك رقابه. صحيح. من منظمات المجتمع المدني او من المنظمات الدوليه. صحيح. البعض يسميها متابعه، بنسميها مراقبه، هو في النهايه في حد بيلاحظ، بيكتب. تمام. بيكتب ملاحظات، بيدون هذه الملاحظات، بيوجهها للهيئه اللي بتشرف على الانتخابات تقوم تتفادى هذه الملاحظات في المستقبل. ده بيؤكد مصداقيه العمليه الانتخابيه بشكل مباشر، سواء الرقابه او المتابعه داخليا او متابعه دوليه خارجيه. حابب اتوقف مع حضرتك عند ائتلاف نزاهه. هذا الائتلاف بيضم يعني اي عدد من الكيانات، هل هي كيانات داخليه ام كيانات دوليه، والمعايير اللي بيطبقها هذا الائتلاف، ائتلاف نزاهه. خليني اقول لك يعني مجرد تشكيل ائتلاف نزاهه ده يؤكد لك الرغبه الدوليه في متابعه الانتخابات داخل مصر، وده يؤكد لك كمان ان هناك رغبه شديده جدا للوقوف على المراحل المتتاليه للعمليه الانتخابيه. احنا عندنا خمس دول، منهم اليونان وغانا ورومانيا وأوغندا مع مؤسسة معك في مصر، هم شكلوا هذا التحالف بهدف نبيل وهو متابعة العملية الانتخابية في الدولة المصرية. وهذه الدول وأغلب هذه المنظمات الـ34 هم دول بيتبادلوا مع بعض متابعة الانتخابات في دولهم.
فبيحصل نوع من تراكم الخبرات، بيحصل نوع من المصداقية، كمان بيسهلوا مهمة انه ينقل للرأي العام في هذه الدول ما يجرى في الدولة المصرية. احنا في كثير من الأحيان كنا بنشتغل على نفسنا ونغلق الأبواب. انت لأول مرة في السنوات الأخيرة انت بتفتح الأبواب على مصراعيها وبتسمح مش فقط لائتلاف نزاهة او للمنظمات الأجنبية او الدولية انها تتابع الانتخابات، انت عندك تقريبا 34 بعثة دبلوماسية بتتابع الانتخابات كمان، فانت فاتح الأبواب على مصراعيها، مدي فرصة لكل الإعلام الدولي الراغب في متابعة الانتخابات. واحنا شفنا الهيئة العامة للاستعلامات ادت لعدد صحيح. كبير من ممثلي وسائل الصحف ووسائل الإعلام انها تتابع العملية الانتخابية. كل ده الهدف النبيل منه هو انك تظهر مشاركة المصريين في صناعة المستقبل. يعني الهدف النبيل في كل العملية الانتخابية هو حث المواطنين على المشاركة في صناعة المستقبل، حث المواطنين على انهم يبعثوا رسالة إيجابية الى العالم ان احنا مهتمين بالشأن الوطني، وان احنا على الرغم من المحيط الاقليمي اللي بيحيط بينا اللي فيه مشاكل كتيرة، لكن احنا بنمشي في خطوط متوازية، بنهتم بالشأن الخارجي وفي نفس الوقت بنبني الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة من الداخل، واللي لا تبنى الا بمشاركة ابناء. انا اتصور انه هذا الائتلاف هيعطي ثقة ويعطي مصداقية للناخب المصري بالاضافة لثقته في اهم نقطة في الانتخابات وهو الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. وإحنا شفنا إزاي الحوار الوطني صحيح. مجمل المنظمات المجتمع المدني، مجمل الأحزاب السياسية والساسة المهتمين بالشأن العام كانوا حريصين بشكل كبير على امتداد الإشراف القضائي على الانتخابات، باعتبار أن ده ضمانة رئيسية لدى المصريين. المصري لا يثق في أي انتخابات إلا لما يبقى فيه قاضي على الصندوق. عندما يكون هناك قاضي على الصندوق ده بيشجع المصريين على المشاركة في الانتخابات، اللي في النهاية هي الضمانة الرئيسية لنزاهة أي عملية انتخابية هو كثافة المشاركة. يعني تقول لي منظمات دولية، تقول لي منظمات محلية، تقول لي منظمات إقليمية، إشراف قضائي، الضمانة الرئيسية لأي انتخابات حول العالم هو كثافة الحضور، إن صاحب الشأن نفسه يحضر ويدلي بصوته. طيب بنتكلم عن نزاهة الانتخابات، عايزين نتكلم بقى عن ائتلاف نزاهة بصفة عامة. لحضرتك تكلمنا الائتلاف ازاي يعني عمل كل التفاصيل اللي موجودة وكيف يتم المرحلة. ائتلاف نزاهة مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في أفريقيا اتفقوا على أنهم يشكلوا ائتلاف تكون مهمته الرئيسية هو متابعة الانتخابات في دول المجموعة. البداية الرئيسية من خلال 34 جمعية ومنظمة أهلية في هذه الدول قررت انها تشارك في متابعه العمليه الانتخابيه المصريه بدايه من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتيجه. وجود هذه المنظمات وتصريح الدوله المصريه ليهم بالتواجد على الاراضي المصريه بيدي دلاله كبيره على نزاهه العمليه الانتخابيه، لان بمجرد الموافقه على متابعتهم للانتخابات انت بتديهم الفرصه انهم ينطلقوا في ارجاء الوطن، ممكن يراقب في اسوان في اسكندريه يعني، وبتدي له ضمانه كمان انه يتم بيبقى عنده حصانه اثناء متابعه العمليه الانتخابيه ان لا يتم التعرض اليه، بشرط ان هو لا يتدخل في اعمال السلطه القضائيه، لا يتدخل في اعمال اللجنه، يبقى عارف انه مهمته الرئيسيه هو المتابعه وليس الاشراف او التدخل. يعني ما فيش احنا كمنظمات حقوقيه بتراقب العمليه الانتخابيه ما فيش على راسنا ريش، ما بنخشش ونمارس سلطات على، وده انا عايز اقوله للشباب وابنائنا اللي احنا مكلفينهم بمتابعه الانتخابات على مستوى الجمهوريه، ان احنا نبقى فاهمين كويس قوي ان احنا بنتابع الانتخابات عشان نكتب ملاحظات. أيوة. مش بنتابع الانتخابات عشان ندي اوامر صحيح للضباط اللي بيشرفوا ولا للقضاه ولا للموظفين الاداريين. اسمح لي بس اقطع حضرتك في النقطه دي، معلش انا اسف. اتفضل. برضه ناس كتير محتاجه تفهم والشارع يفهم وكمان بشكل شخصي حدود عمل المتابع او المراقب للعمليه الانتخابيه، يعني برضو نوصف كده المهام الخاصه اللي بيقوم بها من يعمل تحت مظله اي منظمه من منظمات المتابعه سواء كانت محليه او دوليه. مواصفات شغلي او عملي بيتوقف ازاي بشتغل واتابع وادون الملاحظات؟ ممكن انا عايز اشكرك على سؤالك، لانه احنا في السنوات الاخيره كان بيجي لنا شكاوى كتير من ولادنا نفسهم اللي احنا بنكلفهم بمتابعه العمليه الانتخابيه، لانه البعض يتوهم او يتصور انه بمجرد ما بياخد البادج الخاص أيوة. باللجنه والاشراف القضائي ان لديه سلطه. نحن لا نملك سلطه الا سلطه المتابعه. وكلما كنت حريص على احترام القوانين واللوائح
ونصوص الدستور أثناء ممارسة مهمتك بتبقى مهمتك محل ثقة. احنا مهمتنا مسموح لنا ان احنا ندخل اللجان بشرط انك ما يعني ما يبقاش عندك هدف للجنة واحدة وتقعد فيها طول الوقت، انك تدخل وتخرج، انك انت تسمع كلام رئيس اللجنة لما رئيس اللجنة يقولك يعني كفاية او روح لجنة تانية او اتحرك. ثلاثة، انك مش مسموح لك ابدا انك تصور حدث غير باذن رئيس اللجنه. لو قال لك رئيس اللجنه صور، ما قالكش ما تصورش، ما تحسش انك انت يعني ايه مهمتك كولومبو انك انت هتقف يعني. وتتصور انه هناك، لان في بعض الاحيان انت بتصور حدث من وجهه نظر تتوهم انه هو مخالفه وهو في حقيقته مش مخالفه، فما تصورش حاجه غير بالاذن. يعني نمر الثلاثة، انك ما تصرحش للاعلام. يعني اللي بيصرح للاعلام غرفه العمليات اللي موجوده في كل منظمه. يعني احنا عندنا منظمات محليه ومنظمات اقليميه، وعندنا المجلس القومي لحقوق الانسان، عندنا عدد كبير جدا من المنظمات بتراقب وتتابع. مش مطلوب من كل مراقب ان هو لما يلاقي ملاحظه او يلاقي مخالفه انه يعلن في الاعلام، عليه ان هو يرجع للجهه اللي مكلفاه بالمتابعه والمراقبه، وهي بتتحقق من اكتر من جهه من صحه الحدث او عدم يعني صحته. يعني في تدقيق كمان في متابعي الانتخابات. المصداقية لا تأتي إلا من المتابعة والتقييم. المتابعة والتقييم واحترام القوانين واللوائح. وأنا بشكركم على أن أنتم أتحتوا الفرصة، لأنه طول الوقت إحنا بيجينا أولادنا وإحنا لسه بنديهم الشارة اللي هيتابع بيها الانتخابات، فيتصور وبالذات خارج حدود المدن. يعني الناس تتصور في الأرياف أنه مجرد ما يبقى معاه بدج بحقه في متابعة الانتخابات أن عنده سلطة للتدخل في العملية الانتخابية. المراقبين المتابعين ليس لهم الحق في أي حال من الأحوال في التدخل في العملية الانتخابية. كل مهمته هو الرصد والتقييم، أنه يرصد المخالفة اللي هو متصورها ويبلغ بها المنظمة أو الجمعية اللي هي مكلفة بالمتابعة. وفي الآخر إحنا بنعمل تقييم بيبقى الهدف النبيل منه إن إحنا نبعت كل الملاحظات دي في النهاية للجهات اللي بتشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بحيث إن إحنا نتفادى هذه الملاحظات مستقبلا. كمان هذه الملاحظات بتدي مصداقية لنتيجة الانتخابات، أو في حالة وجود خلاف بين المرشحين حول لجنة من اللجان فبيتحققوا من الملاحظات اللي تمت ديت من خلال عدد من الجمعيات او المنظمات صاحبه الخبره واللي لديها من الكفاءه ولديها من التجربه ما يمكنها من ان تقول هذا الحدث مخالف للقانون او مش مخالف للقانون. تمام. اكيد مش بس اعتقد المتابع هو اللي لا يحق له التدخل في العمليه الانتخابيه، اعتقد لا احد يحق له التدخل في العمليه الانتخابيه ما دام تجرى حسب القوانين وما دام هناك قاضي في اللجنه، واعتقد القواعد كلها معلنه من قبل اللجنه كلام العليا. كلام منضبط جدا، كلام منضبط جدا اشكرك عليه. لكن احنا دايما بنوجه رسالتنا من خلالكم للمتابعين للعمليه الانتخابيه، لانه احنا نفسنا لما كنا الاول اول ما ناخد الشاره ويتقال لنا انك انت ليك الحق انك تتابع وتراقب، فنخش على طول كده واحنا في يعني متحمسين نخش اللجنه ونبقى حاسين ان احنا عندنا سلطه تمارس على الكل. حقيقه الامر السلطه الوحيده في المقر الانتخابي هي لرئيس اللجنه المشرف، بما فيه هو اللي يدي التعليمات للكل، هو اللي يدي التعليمات للمتابعين، وهو اللي يدي التعليمات للضباط، وهو اللي يدي التعليمات للناخبين، هو اللي بينظم العمليه بالانتخابات، لانه الهدف النبيل عنده هو ضمان ان كل ناخب يصل الى الصندوق ويدلي بصوته في سريه وفي امان، لانه مهم جدا يبقى في سريه وفي امان. بعد مرحله التدوين الملاحظات والرصد وترجمتها الى كتابه تقارير تفصيليه عن سير العمليه الانتخابيه، أهمية التواصل بقى فندم مع الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة ذات استقلالية، والتقارب مع مثل هذه التقارير، لأنه التقارير دي بتضفي مصداقية على العملية الانتخابية بأكملها، ده من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن التدقيق في بعض الملاحظات حتى لا نقع فيها في أي استحقاق آخر. الآلية بتتم إزاي؟ خلينا أقول لك أنه المتابعة نفسها ضمانة فعالة لقبول نتيجة الانتخابات. انت مهم جدا ان الاطراف المتنافسة في اي عملية انتخابية يبقى عندها ثقة في قبول نتيجة الانتخابات. الهيئة منذ اللحظة الاولى كانت حريصة على انها تشرك الرأي العام المصري في العملية الانتخابية، من اول الاعلان عن شروط الترشح، الاعلان عن المواعيد، الاعلان عن المقرات،
قامت بدور كبير جدا في توعية المواطنين بصفة مستمرة بأنها طول الوقت بتنزل بيانات وبتنزل إعلانات بتحس فيها المواطنين على متابعة الانتخابات. تبعت كافة الشكاوى والملاحظات اللي تقدمت بيها المنظمات منذ اللحظة الأولى. البعض قال اتكلم عن ملاحظات في حد الإنفاق في العملية الانتخابية، في إساءة استخدام بعض الأماكن التابعة للحكومة، عدم المساواة في الإعلام في مرحلة من المراحل، عدم إتاحة الفرص. أي ملاحظة كانت لمرشح من المرشحين خدتها الهيئة بجدية شديدة جدا وحققت فيها منذ اللحظة، فدت مصداقية وخلتنا في كثير من الأحيان أن الملاحظات اللي تبدو أنها كبيرة مجرد الشباك الهيئة معها والرد عليها ادى مصداقيه، وفي نفس الوقت ادى امان للمنظمات انها محل تقدير ومحل اعتبار، وخلانا كمان يبقى السقف بتاعنا سقف معتدل، يعني تبقى ملاحظاتنا ملاحظات منطقيه طالما الجهه اللي قدام منك بتتحقق مباشره وبتحل المشكله. وانا اتصور ان تجربه الانتخابات الرئاسيه دي سوف تنعكس على استحقاقات سياسيه قادمه، لانه في لأول مرة في مساحة كبيرة جدا للمشاركة بين صحيح. المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة في متابعة الانتخابات وإظهارها بشكل مشرف جدا، لأن الرأي العام العالمي بيتابع الانتخابات في مصر بشكل كبير جدا، ليس فقط لأهميتها في الداخل لكن لأهميتها في محيطها الإقليمي في الوقت الراهن. دكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي بالنقد، بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك، نورتنا يا فندم. صباح النور. مشاهدينا حلقتنا لسه مستمرة، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. الانتخابات الرئاسية أحد أهم ركائز الديمقراطية اللي بتمنح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم وكمان اختيار الرئيس اللي هيحكم مصر، عشان كده ضروري جدا نشجع كل الناس على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. مش بس كده منا، كمان الأحزاب السياسية ليها دور كبير جدا ومهم في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات في ظل تزايد التحديات اللي بتواجهها الدول، علشان كده لازم الأحزاب تشتغل على تعزيز الوعي السياسي للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية. خلونا نتعرف مع حضراتكم على أهمية دور الأحزاب في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مع ضيفتنا دكتورة غدا جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. صباح الخير دكتورة غدا، منورانا. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا بك. صباح الخير. دور مهم جدا للأحزاب السياسية إنها تقدم كوادر سياسية، تدرب تثقيف سياسي، إنها تحث كوادرها والمواطنين على فكرة المشاركة السياسية الإيجابية. شايفة الدور ده إزاي يا فندم؟ هو طبعا أصبح دور الأحزاب السياسية في مصر يعني بيشهد زخم كبير ومشاركة فعالة أكتر، خاصة في السنوات اللي فاتت احنا شفنا ان دور الأحزاب بقى فعال أكتر في الشارع المصري، بيشارك في جميع الأزمات اللي واجهت الدولة المصرية. ما بقاش الهدف من المشاركة في الحزب السياسي ان يكون الوصول الى السلطة، لا، دلوقتي كمان الحزب السياسي ليه دور تنموي. صحيح. بيشارك في الأزمات الكتيرة اللي واجهت الدولة المصرية في السنين اللي فاتت، طبعا زيها زي بقية دول العالم من أزمات اقتصادية، خاصة كمان الدولة المصرية بتواجه أزمات وتحديات سياسية وتحديات للحفاظ على الأمن القومي. كل ده بتقوم بمشاركة يعني الأحزاب السياسية بتشارك في كل ده بطريقة منظمة وممنهجة من قبل تفعيل الوعي السياسي لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة الاهتمام بالشباب والمرأة لأن هي الفئة الأكثر في المجتمع المصري. المجتمع المصري أكثر من 60% منه فئة شبابية. الأحزاب السياسية طبعا هي دليل على التعدد الحزبي في الدولة، ده دليل على الديمقراطية. وإحنا كمان عايزين نقول أن تعدد الأحزاب مش موجود غير في دول قليلة زي مصر وتركيا وفرنسا، ولكن في دول كتير بتعتمد على نظام الحزبين بس أو الحزب الواحد، فده في حد ذاته أن مصر بتطبق يعني أفضل صور الديمقراطية من ناحية تعدد الأحزاب المتواجدة في مصر. وفي نفس الوقت كمان إحنا دلوقتي بنتكلم على الانتخابات الرئاسية، أكتر المرشحين في هذه الانتخابات هم بيرأسوا بالفعل أحزاب سياسية، ده في حد ذاته بيوضح لنا الصورة إن قد إيه الحزب السياسي أصبح أكثر فعالية. ثلاث مرشحين، يعني كل مرشح هو رئيس لحزب. حقيقي منهم كل منهم رئيس لحزب سياسي، وفي منهم حزب كمان بيصنف معارضة، فأعتقد إن ده كله مؤشر قوي إن الأحزاب السياسية أصبح لها دور قوي جدا في المشاركة
الفعالة سياسيا، ما أصبحش الحزب مقتصر على قيادة بهدف الوصول إلى السلطة، لا أصبح في زخم حقيقي في الشارع المصري، لأن المشاركة السياسية لها يعني أشكال كتيرة، في منها مجرد الإبداء بالرأي، وفي منها المشاركة الفعالة إن أنا بالفعل أنزل أشترك في حزب سياسي أو مجتمع مدني. ما ننساش كمان دور مؤسسات المجتمع المدني لأن هو مهم جدا وليه برضو ظهير واضح في الشارع المصري. كل ده من دعائم الديمقراطية ومن دعائم تداول السلطة عشان يقدر المواطن المصري يكون رأي حقيقي ويقدر يحس أنه مشارك بالفعل في صنع قرار في السياسات العامة للدولة المصرية. طيب المشهد الديمقراطي أهمية تعزيزه إيه؟ يعني إحنا دايما عمالين نقول للناس انزلوا وانتخبوا وحافظوا على صوتكم الانتخابي، إحنا كل المجهود اللي بنعمله ده الهدف منه؟ الهدف طبعا أن نعزز المشاركة السياسية في الشارع المصري، ده مهم جدا، يحس المواطن المصري أنه هو ليه أثر إيجابي في اتخاذ القرار وصنع القرارات في الدولة المصرية. تكوين رأي عام يعني برضو من أهم أهداف الأحزاب السياسية، أن يكون في رأي عام موحد ومشترك. طبعا كل حزب سياسي بيكون له وجهة نظر معينة بتجتمع على أساسه المجاميع المشتركة في الحزب، وبالتالي بيتم طرح القضايا كمان اللي بتهم الشأن المصري والعمل على توفير سبل لحل هذه القضايا والمشكلات اللي بيطرحها الحزب السياسي. كل ده شيء مهم جدا بتقدم الأحزاب السياسية، المشاركة الفعالة، الدور الإيجابي لمشاركة الشباب ومشاركة المرأة ده شيء مهم جدا. كل الأمور اللي بيقوم عليها الحزب السياسي هي من أجل إما دعم مؤسسات الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية المصرية، إما على الوجه الآخر بيكون هناك بعض الأحزاب لها وجهة نظر معارضة أو مختلفة عن السياسات المطبقة داخل الدولة، لكن في نفس الوقت هي مش بعيدة عن المواطنة والوطنية والانتماء للدولة المصرية. في النهاية إحنا بنكون رأي من أجل مصلحة الوطن العليا ومن أجل تفعيل أيضا مصلحة المواطن المصري. قمة الهرم للمشاركة السياسية هو المشاركة الفعالة أو الناشطة، وهي السلوك التصويتي، يعني أنزل وأصوت وأدلي بصوتي. لكن في مراحل قبل القمة دي، يعني في مراحل مهمة جدا، فكرة النقاش السياسي، الحوار السياسي، إبداء الرأي، يعني فكرة أنه أدرب أو أعيد مرة أخرى الشباب لحالة السياسة وأنه يبدي رأيه في النقاش السياسي. المراحل دي مهمة جدا وبتتم من خلال حوارات وندوات توعوية كثيرة. إزاي يتم تشكيل هذه المراحل ما قبل قمة الهرم اللي هو النزول والتصويت في صناديق الاقتراع؟ طبعا ده شيء مهم جدا، ان تفعيل المشاركة السياسية عن طريق الأحزاب ده شيء هام وبتعمل عليه بالفعل الأحزاب السياسية، لأن إحنا دولة مؤسسات ودولة بها دستور وبيتم تطبيق كل ما موجود في الدستور المصري، دستور عام 2014. في نفس الوقت إحنا بنمر باستحقاقات انتخابية مختلفة، يعني نحن ننتظر بعد انتخابات الرئاسة هيكون في استحقاقات لانتخابات المحليات ثم الانتخابات البرلمانية 2025. فكل ده لازم الشباب يكون عنده وعي وعنده ثقة إنه يكون أحد المشاركين في هذه الانتخابات والاستحقاقات، هيكون ليه دور قوي جدا وفعال، فبالتالي هو تمهيد، يعني كلها مراحل تمهيدية من أجل استكمال الشكل التام النهائي للمراحل الانتخابية داخل الدولة المصرية. بالنسبة للأحزاب يعني دائما يعني في هذه الفترة بالذات بيكون في مؤتمرات دائما بتدشن عن طريق الأحزاب لنشر الوعي ما بين الفئات المختلفة في المجتمع المصري. الفئات الشبابية دي مهمة جدا للمجتمع المصري، الوصول إلى أبعد المناطق داخل الدولة المصرية. إحنا مش هنهتم بس بالعواصم صحيح. الكبيرة أو بالمدن الحضرية، لا، أصبحت الأحزاب لها مقرات وقاعدة حزبية في كثير من الأماكن، في القرى والضواحي والنجوح حتى المصرية. الزخم السياسي بالفعل أصبح له دور قوي عن طريق الأحزاب السياسية، بتدشين حملات توعية قوية عن طريق شباب الحزب ونساء الحزب ورجال وسيدات الحزب، كلهم بيكون لهم دور من خلال يعني نشر وعي المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ده شيء مهم جدا وده يعني حق دستوري وواجب وطني، ولازم الكل يشارك في الانتخابات الرئاسية. احنا في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 كانت نسبة المشاركة تقريبا 41%، ننتظر ان شاء الله المرة دي هتكون اكتر من كده، ممكن تتخطى 50% كمشاركة من القاعدة الانتخابية، وده بسبب ان بالفعل حصل زخم سياسي في الشارع المصري، حصل وعي كبير ما بين المجتمع المصري بسبب التعددية الموجودة ما بين المرشحين الرئاسيين، الانتماءات الحزبية المختلفة، المشاكل الكبيرة اللي بتواجه الدولة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي
الشأن الخارجي والداخلي للدولة المصرية، كل دي أمور هتجعل من الانتخابات الرئاسية عرس كبير بيشارك فيه جميع فئات المجتمع المصري. وبالفعل هم هنلاقي إن شاء الله في الانتخابات سواء اللي هتتم في الداخل من ابتداء من يوم 10 أو حتى الانتخابات في الخارج. احنا بنشوف دلوقتي الانتخابات في المصريين للخارج مشاركتهم مهمة جدا وفعالة، والحقيقة بتدل إن المواطن المصري بالفعل مشارك قوي في هذه العملية الانتخابية، بيشارك في تقديم الانتخابات بعرس جميل أمام العالم كله الديمقراطية، وبالنسبة للعالم كله أن الشعب المصري دائما خلف القيادة السياسية وخلف مؤسسات الدولة المصرية وداعم قوي للدستور المصري، وإحنا مستمرين في التنمية طبعا، تنمية مستدامة 2030 اللي بتهدف إليها الدولة المصرية. كل الشعب المصري موافق على ده ويوصف ده بحضوره في الانتخابات ومشاركته في الانتخابات الرئاسية. السيدات تواجدهم هيبقى ازاي؟ يعني احنا شفنا في الاستحقاقات الانتخابيه اللي فاتت كان في تواجد مكثف للسيدات المصريات، وهم يعني اللي دايما داعمين وبينادوا بنزول الناس للانتخابات، متخيله ازاي هيبقى مشاركتهم المره دي؟ اولا يعني دور المراه المصريه في السنين اللي فاتت كان مهم جدا في كل المراحل اللي مرت بها الدوله المصريه، ابتداء من ثوره 30 يونيو كان المراه المصريه دور قوي جدا وشهد له العالم وبتشهد ليه دائما القيادة السياسية المصرية. دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشيد بدور المرأة المصرية وبيكرمها في كل أحاديثه التي تخص دور المرأة المصرية. أصبحت المرأة المصرية بتتقلد الكثير من الوظائف القادية والمناصب السياسية والاقتصادية داخل الدولة المصرية، وده طبعا دليل على ثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية. بالنسبة للدستور المصري عام 2014 المادة 11 بالأخص بتنص على أن هناك كفاءة ومساواة تامة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية، فبالتالي المرأة المصرية أصبح لها تواجد بالفعل في الدستور المصري. في بعض التعديلات المواد الدستورية أصبحت المرأة بتمكن سياسيا بدرجة كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ وعلى مستوى الوظائف القيادية في الدولة المصرية، بجانب النسبة المقررة لها فيها لها حق الترشح أيضا في مع باقي النسب الموجودة في الانتخابات. دائما المرأة المصرية هي الدعم الأول للدولة المصرية، هي زي ما بنقول كده المرأة هي الضوء اللي بتستمد منه كل الأسرة المصرية الأفكار والأراء المختلفة، علشان كده المرأة دورها مهم جدا. هتدعم وإحنا منتظرين منها مشاركة فعالة وقوية جدا في الانتخابات القادمة، هتدعم بقوة، هي مرشد لأولادها والأسرتها والكل المحيط اللي حواليها، فبالتالي هي كلها أثر كبير جدا في المشاركة الانتخابية. وبرضه لو هنرجع لدور الأحزاب، في اهتمام كبير جدا من الأحزاب لمشاركة المرأة في الانتخابات، وهناك وعي تام ما بين المؤتمرات بتدشن يوميا من أجل أن يكون هناك توعية ما بين نساء مصر في المشاركة الانتخابية، وهي بدورها بتقوم بنشر هذه الأفكار ما بين المجتمع المحيط بها. وده كان واضح في كل الاستحقاقات النيابية والسياسية من بعد 2011، دايما المرأة هي البطل في المشهد، وهي زي ما حضرتك قلتي المحرك دايما للمحيط حولها للمشاركة السياسية. النهاردة اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج، انطلقت العملية الانتخابية بالأمس، شفتي حضرتك إزاي سير العملية الانتخابية بالأمس وتوقعاتك خلال اليومين النهاردة وبكرة إن شاء الله؟ طبعا احنا متابعين العملية الانتخابية للمصريين بالخارج. اولا هي يعني خرجت للعالم بشكل لائق وجميل جدا، لان في يعني اقبال من المواطنين المصريين في الخارج، وتم رصد ده طبعا عن طريق التلفزيون في محطات مختلفة، ان في جميع الدول الجاليات المصرية بتتم مشاركة الانتخابات بطريقة فعالة سواء على اليوم الاول او النهاردة اليوم الثاني، احنا شفنا ده بالفعل. وعلى فكرة برضو الأحزاب ليها دور في يعني تدشين الوعي للمصريين بالخارج. يعني أنا كأحد المنتمين لحزب، عندنا حزب مثلا حماية الوطن، الأمين العام لحزب حماية الوطن تم بالفعل يعني جولة للمصريين أو الجاليات المصرية للخارج ليحسهم على المشاركة في الانتخابات السياسية. وأعتقد أن ده دور مهم جدا لجميع الأحزاب السياسية، أن هي بتحس المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر على المشاركة السياسية. المصريين في الخارج إحنا شفنا ورصدت يعني الكاميرات المواطنين داخل السفارات والقنصليات اللي بيدلوا بأصواتهم للانتخابات الرئاسية، بيشيدوا بالعملية الديمقراطية وبركائز الاستقرار للدولة المصرية، وبيدعموا سواء ايا كان المرشح اللي يتم يعني انتخابه، لكن هم في النهايه بيدعموا الحراك الديمقراطي والحركه السياسيه اللي بتشهدها الدوله المصريه، بيدعموا ركائز
والأحقية للدستور المصري وتطبيقه بتطبيق الانتخابات الرئاسية بشكل لائق، ولازم في النهاية تكون النسب المشاركة هي نسب مرضية بالنسبة للدستور والقانون، ويعني تكون شاهد كبير للعالم إن المصريين بيقفوا موقف ثابت مع الديمقراطية ومع ركائز الديمقراطية ومع المشاركة لتتم هذه العملية الانتخابية بعرس جميل ديمقراطي أمام كل العالم. ده شيء مهم جدا ومنتظر، وإحنا الحقيقة يعني أقدر أقول إن مشاركة المصريين بالخارج هي عملية مؤشرة ومبشرة جدا إن فعلا المواطن المصري، يعني إذا كان ده حال الجالية المصرية خارج مصر، فإن شاء الله هننتظر في الانتخابات الداخلية إن يكون المشاركة أكبر بكتير ويكون فيها زخم وعرس انتخابي يعني يشهد للعالم كله إن شاء الله. متوقع شكل الانتخابات هيكون عامل إزاي إن شاء الله؟ هيكون في يعني على توقعاتي الشخصية، أنا أعتقد إن الانتخابات الرئاسة هيكون فيها زخم كبير جدا ومشاركة كبيرة جدا، أولا لأن المواطن المصري بيعي حجم المشكلات اللي بتواجه الدولة المصرية، زي ما قلنا إن أصبح الزخم السياسي والوعي السياسي لدى المواطن المصري أكبر بكتير في السنوات السابقة عن العقود اللي قبل كده، لأن كل حاجة يعني إحنا دلوقتي بنشوف سيادة الرئيس بيعمل لقاءات وقمم ثنائية على الهواء مباشرة لم تحدث أبدا من قبل في التاريخ يعني، فبالفعل أصبح هناك متابعة ومشاركة وتقييم تكوين رأي عام وعي تام بالقضايا التي تواجه الدولة المصرية، فما افتكرش بعد كل ده وخاصة تواجد الأحزاب بقوة في الشارع المصري والمشاركة القوية للأحزاب السياسية، المؤتمرات اللي بتدشن دائما من أجل دعم المؤسسات الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية، كل ده في النهاية أكيد هيصب أن يكون في زخم سياسي وزخم في المشاركة السياسية. هننتظر مشاركة كبيرة أعتقد ربما تتخطى 50% من قاعدة الناخبين بسبب الوعي اللي أصبح لدى المواطن المصري وبسبب برضو التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية وإصرار المواطن المصري على ركيزة الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية. ده شيء مهم جدا وأصبح الشغل الشاغل لكل مواطن مصري إن احنا نحافظ على الأمن القومي المصري. صحيح. ركيزة الاستقرار للدولة المصرية وده دافع قوي جدا للمشاركة السياسية، دافع قوي وحافز حتى للمصريين سواء بالخارج أو الداخل مشارك في صنع لازم القرار. مشارك ويصنع القرار في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شرفتينا ونورتينا دكتورة غادة جابر الباحثة في العلوم السياسية. شكرا لحضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. شكرا مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.